السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور، ونرحب بكم في الجلسة 84 من جلسات مجلس الخنجي عبر تطبيق زوم، وشكرا لحضوركم معنا اليوم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفة الجلسة، الفنانة التشكيلية سنارح ميدير. فنانة عمانية معاصرة بدأت مسيرتها في الفن منذ طفولتها، وهي عضوة في جمعية الفنون التشكيلية، عضو أيضا في مرسم الشباب وجمعية التصوير، وعضوة سابقة في جمعية المرأة العمانية بمسقط. شاركت في عدة معارض داخل وخارج السلطنة، وشاركت أيضا بمعارض وورش عمل جنبا إلى جنب مع فنانين من دول الخليج ودول أخرى. حاصل على مجموعة من الجوائز، منها المركز الثاني في المعرض 11 للجمعية العمانية للفنون التشكيلية للعام 2007، وأيضا حصلت على المركز الثالث في المعرض الثامن للجمعية العمانية للفنون التشكيلية للعام 2004. هي مؤسسة مجموعة فن عمان المعنية باستثمار المواهب العمانية وتسويقها، والتي من خلالها أقيمت عدة معارض وورش فنية في أغلب محافظات السلطنة، واجتذبت أكثر من 155 فنان وفنانة من مختلف المحافظات وفي مجالات فنية مختلفة. نرحب بك ضيفة متحدثة معنا اليوم بمجلس الخنجي، ونبدأ جلستنا بإذن الله، وشكراً جزيلاً لكم. الصوت أخذ سنة. الحين تفضل. شكراً إلهام، وشكراً على القائمة في مجلس الخنجي. أرحب جميع المتواجدين معي في هذه الجلسة السريعة البسيطة. طبعاً مثل ما عرفتني الأخت إلهام، اشرح لي فنانة الصوت ما واضح شوي. ما واضح؟ كيف الحين؟ تفضلي. تمام. بداية كانت بداياتي الفنية من الصغر، يعني بدايات بسيطة يعني من خلال البيت، أشياء هندسية إلى آخره. شوية شوية تدرجت، وفي الثانوية العامة مدرستي اكتشفت الموهبة عندي وحاولت أنها تساعدني تنمي هذه الموهبة عندي، فبدينا بمسابقات فنية، والحمد لله يعني حصلت على مراكز من وأنا في المدرسة. بعد كذا شجعتني أن أنا أنتسب لجمعية الفنون كونها هي الجهة الداعمة للفنانين، وانتسبت الحمد لله. وكانت يعني فيها بعض الصعوبة في البدايات، كون أنا ما كان عندي سيارة، وكنت أواجه أن من ينقلني، من يجيبني، وأضل يعني فترات، يعني حتى لما أروح الجمعية كان قبل الموظفين، يعني الساعة 7 الوالد رايح الدوام يشلني معه، فأنزل الجمعية، ومن كثر ما أنا عندي شغف أن أنا أتعلم ونمي هذه الموهبة اللي الله أكرمني عليها وأشكر الله عليها دائماً، فكنت أروح الجمعية، ويعني أخذت كذا ورشة مع فنانين مختلفين. وبعد كذا صرت أدخل المعارض الدورية اللي هي في جمعية الفنون، وشوي شوي الحمد لله يعني دخلت على معارض خارجية وملتقيات. بعد كذا كان عندي إنجازات جميلة في الفترة الأخيرة، يعني الحمد لله أعتبره يعني إنجاز جميل، اللي هو كان في 2020 حصلت على جائزة الإجادة في الفنون التشكيلية للمرأة، مثل ما تلاحظوا أنا حاطنها في الخلف، فهذا إنجاز جميل بالنسبة لي. وكونه أن نحن دخلنا على كورونا ووقفت الحركة بشكل كبير، فالحمد لله على هذا الإنجاز، وحصلت على جوائز أيضا في جمعية الفنون، المركز الثاني في معرض الفنون التشكيلية، والمركز الثالث كذلك في معرض 2017. طموحاتي لا تتوقف، صحنا يعني من خلال جمعية المرأة، كون أنا كنت عضو مجلس إدارة، عملت فريق اللي هو يتبنى الفنانين ويدعمهم، و
يسقل موهبتهم ويعمل، لأن الفنان إيش يحتاج؟ يحتاج أنه تستثمر هذه الموهبة، أنه مش فقط هو يرسم ويشتغل ويترك الأعمال في البيت، لا، ما أنتجها ليتركها في البيت، لا، ليستمتع بها المتلقي، تكون معروضة في جهات كثيرة سواء فنادق أو شركات، يحتووه الجهات الداعمة. فالحمد لله خلال هذه السنة يعني عملت 16 معرض، وكان إنجاز جدا كبير، وكنت على وظيفتي وتركت الوظيفة كونه أنه يتطلب أضخ مبالغ، أن أنت تعمل بروشورات، تعمل ترويج، تدعي الناس يعني، وكنا نعتمد بشكل كبير على السوشيال ميديا، ما كنا يعني فقط أن ندعي شخصيات معينة ونعتمد على بطاقات وإلى آخره، فكنا بشكل بسيط، بس كان في تكاليف، مما اضطريت أن أنا أطلع من الوظيفة، وكان عندي طموح بعيد المدى أن هذا الفريق يكون له مقر دائم، الأعمال الفنية يتخللها مش فقط مكان لعرض الأعمال هذه، لا، مكان لعرض الأعمال، الأعمال هذه تنتقل إلى أشياء بسيطة نستهدف بها السواح، ورش فنية، تنمي المواهب، يعني الفنان التشكيلي بالذات يحتاج إلى إيد تشد بإيده، تنمي موهبته، تعطي دافعية للاستمرار، إنه ما كل حد عنده إمكانية، خاصة نحن عندنا تكاليف المواد الفنية بعض الشيء غالية، فما كل شخص عنده هذه الإمكانية. فالحمد لله من خلال الفريق حاولت إن أنا أدعم الفنان في نفس الوقت، إنه هذه الأعمال مش فقط يعني تستثمرها، يعني يكون إلى دخل الفنان بحد ذاته. فكان طموحي إنه يكون عندي 3 أفرع، بس للأسف حتى فرع ما صار عندي نتيجة لقلة الدعم. بس توقفت في مرحلة ما من هذا الفريق، كونه يعني بذلت مجهود كبير وما حصلت الدعم، فوقفت لمرحلة ما. بس رجعت بشكل أبسط، يعني ركزت على نفسي وعلى تطوير نفسي، وأنه أعمل معارض شخصية فقط. من 2017 بديت أن أنا أعمل معارض الشخصية، فعملت كذا معرض، تخلل في 2019 معرضين، كان معرض واحد في الروزنة، والمعرض الثاني ثيمتين مختلفات، والمعرض الثاني كان في فندق هرمز. فندق هرمز كانت الثيمة في الحروفيات إلى جانب التجريد، أما مطعم الروزنة اللي هو الفضيات، تركيزي على التراث العماني. ليش التراث العماني؟ كونه نحن عندنا ما شاء الله فنانين من دول مختلفة، فركزوا على هذا الجانب أكثر من تركيزنا نحن كفنانين، أن نحن نركز على تراثنا. فرجعت وركزت على الأعمال الفنية اللي هو التراثي بحت، سواء التصوير الفضيات أو إلى جانب الأزياء العمانية، ركزت على هذا الجانب وطلعت بعدة أعمال، والحمد لله يعني أحس أن عملنا إنجاز طيب، ونطمح دائما للأفضل. عزيزتي إلهام، بس تعملي لنا العرض؟ طبعا هذه مشاركاتي والمعارض اللي شاركت فيها في عدة دول، ومثل ما تلاحظوا يعني بداياتي من 2004، بدايات بسيطة، والحمد لله يعني عملنا يعتبر إنجاز، ولازمنا نطمح للأفضل أن نوصل للعالمين إن شاء الله.
الحمد لله يعني عدة جهات تقتني أعمالي سواء داخل البلد أو خارجها. في شركات مثلا تطلب كهدايا لأشخاص خارج البلد، وفي شركات يعني تفتح أفرع لها خارج البلد وتطلب أعمال يعني فنية. هذه الأعمال اللي هي في الأزياء العمانية والفضيات اللي ركزت عليها أنا. نعم. ننتقل إلى الفيديو. هذا المعرض اللي كان في الروزمان. هذا فيديو بسيط يوضح الأعمال الفضيات، صور اللي أنا اشتغلت عليهم، مجموعة من الصور اللي كنت عارضت لهم في مطعم الريوزي. طبعا التحديات اللي أحب أتكلم عنها اللي يواجه الفنان الدعم بشكل كبير ينقصنا نحن كفنان. أتمنى إنه يكون في جهات تحتوي الفنان، تنمي، تنقل إلى العالمية. مثلا يعني نحن عندنا لوحات، يعني أنا عرضت في كذا مكان، بس هل في أماكن دائمة إن أنا أقدر أحط فيها أعمالي؟ لا، يعني أضطر إن أنا أستأجر ستاندات، أدور مكان أعرض فيه أعمالي وكذا. أنا أحب أعمالي تكون موجودة في كل مكان، سواء داخل البلد أو خارج البلد، لأن الإنسان ما يعني هذه نعمة الله أنعمنا إياها، يعني ما كل حد يملكها. فأحب أعمالي تكون موجودة في كل الجهات، في الفنادق، في الشركات بشكل عام، يعني سواء داخل البلد أو خارجها. الفنان يحتاج احتواء، يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى تشجيع، يحتاج إلى أماكن ثابتة لعرض أعماله بشكل دائم. يعني عندنا أماكن بس ما هي، لا زالت يعني لا زلنا نطمح بالأكثر من هذا. يعني مثلا حتى نستغل المواسم اللي هي المواسم اللي يجوا فيها السواح، مثلا من شهر 9 أتوقع حركة السياح اللي تبدأ، وطبعا كورونا الحين مع ذلك لا ما يتوقف الموضوع. يعني ممكن نعمل معارض عن بعد، ممكن نعمل مسابقات، ممكن نعمل أشياء كثيرة ما تتوقف أبدا. بالعكس كل المفروض إنه يكون عندنا إبداع أكبر ولا حدود له، لأن نحن يعني الحين صرنا نعتمد على السوشيال ميديا، وهي يعني أسهل وأسرع وصول الرسالة والفكرة. يعني كل فنان رسالة في هذه الحياة. أنا رسالتي من أول ما بديت يعني إنه سفيرة لتراثي، لبلدي، ورسالتي مش فقط هنا، رسالتي تتخطى العالمية. الفن رسالة مفتوحة لكل العالم، ورسالة بسيطة يتلقاها كل شخص، يعني رسالة بسيطة يعني وتوصل للمجتمع وأسهل. إن أنا إيش أمثل البلد في التراث، في الصور، في الرسم، يكون عندي
وضوح إيش الرسالة اللي عندي. يعني أنا أركز على تراث العماني إن أوصله للعالمية، هي ثقافة يتلقاها المتلقي. أنا أعرف أكثر عن البلد هذه من خلال الصور، من خلال الرسومات اللي تبرز جماليات هذه البلد، سواء مناظر، سواء فضيات، سواء الأزياء العمانية، كلها ننقلها للعالمية. هذا اللي أنا أطمح له. الفرص الاستثمارية اللي أنا أحب أنها تكون موجودة، مثل ما قلت، يعني مثلاً في دول معينة في بنوك تستثمر هذه الأعمال، يعني تقتنيها من الفنان ويكون عليها مزادات بشكل دوري. يعني كل ما قدم العمل كل ما كان سعره أعلى، ففي هناك استثمارات لهذه الأعمال الفنية. ومثل ما تلاحظوا الحين في مزادات أساساً عالمية، وتوصل هذه الأعمال إلى مبالغ ضخمة، وليش نحن ما ننطلق بهذا الجانب؟ أتمنى أنها يعني نبادر بهذا النقطة، ويكون فعلا في جهات تتبنى هذه الأفكار. الأبعاد الاقتصادية، الفن إلى أبعاد اقتصادية كثيرة. يعني لما نعمل معارض ضخمة وعلى مستوى عالمي مثل ما تعمل الدول الثانية، يعني يجوا نستقطب فنانين من كل العالم. يعني لما تنعمل معارض ضخمة وعلى مستوى وفيها مسابقات ويعني جوائز على مستوى، بتحصل الفنانين من كل الدول راح يجوا، يعني سواء من دول الخليج، سواء من الدول الأجنبية، بيكون في سوق أكبر من كذا. فأتمنى أنها يعني تلاقي صدى وتكون واقع ملموس. فالفنان يعني يواجه تحديات كثيرة، أتمنى أن الجهات فعلا تدعمه ويكون بصمته واضحة أكثر من كذا. يعني نحن الحمد لله نبذل مجهود، بس إيد واحدة مثل ما يقولوا ما تسفك. فنتمنى الجهات تدعم الفنان العماني. نحن ما ننكر يعني دور الجهات المعنية موجود، لكن مثل ما لاحظتوا أنها هي في تغييرات وتأخذ وقتها. فلما يكون في الشراكة المجتمعية والشركات والجهات تدعم الفنان، بيكون في حراك أكبر من كذا، إلى جانب أن هي ما تتوقف أنه عند بيع الأحمال، يعني بيع الأعمال الفنية فقط، هي استثمار هذه الأعمال. يعني لما الأعمال الفنية تمثل عمان بشكل ملموس، يعني من ضمن الدول اللي نحن زرناها في 2008، يعني عملنا معرض، ثلاث معارض تقريبا في النمسا، وكانت مشاركة هي عبارة عن ورش فنية، بعد كذا انتقلنا إلى معرض نتاج هذه الورشة. كنا مجموعة فنانين، والعمل الوحيد اللي انباع في هذه المشاركة كان إلي. ليش؟ لأن أنا دمجت الثقافتين، بين الثقافة العمانية والثقافة النمساوية، يعني جبت الزي مالهم وعملته في اللوحة، والزي العماني ودمجته في لوحة واحدة. فصاحب الفندق كثير شد العمل لكونه أنه ربط بين ثقافتين واقتنى العمل. فأنا يعني استغربت، فكان الضيف اللي كان معانا اللي موجود في المشاركة هذه سألني كم تطلبي للعمل، فأنا تفاجأت. يعني هو نتاج ورشة وكان جدا يعني بسيط، ما يعني ما كنت أفكر أني راح أبيعه. فطلبت فيه مبلغ رمزي يكفي أنه هو في يمثلني في خارج البلد، فهو عمل يعني دمج الثقافة، فهي رسالة أنت توصلها عالميا مش فقط هنا. عزيزتي إلهام، ننتقل على الملف الثاني. نعم، ملف الأسعار. نعم. تمام.
أوكي، راح أتكلم عن الأعمال هذه. العمل هذا شاركت فيه في عدة معارض، وهو يعبر عن اسم من أسماء الله الحسنى وهو العفو، وطبعا مذكورة في القرآن بأكثر من طريقة، العفو لعفو. فأنا اخترت واحدة منهم ووظفتها في العمل الفني. هنا تكلمت عن اسم من أسماء الله الحسنى، وهي طبعا إبراز جماليات الحرف العربي وتوظيفها في العمل الفني إلى جانب الزخرفة الإسلامية. هنا تكلمت عن الحق، وهو اسم من أسماء الله الحسنى. فلم أنا ألغي بعض الحروف، القصد أن أعطي مساحة للمتلقي أن هو يفكر ما وراء المعنى. هنا كن فيكون. هنا تشكيل حرف الطاء، وهو يعبر عن قاع البحر، فلما الأسماك تتحرك يمين وشمال، فأنا عبرت بحرف الطاء الأسماك، والألوان هذه هي قاع البحر. يعني في كل عمل فني كان، يعني سبحان الله، نحن ما نتأمل كثير اللي هو الحروف العربية وجماليتها. فأنا حاولت أن في هذه الأعمال أبرز جماليات الحرف العربي مع توضيح الزخرفة الإسلامية. هنا نفس الشيء، حرف الطاء وهي عبارة عن بحيرة مع الأسماك الطبيعية. هنا نفس الشيء، حرف الطاء وكأن زهور طالعة من تحت. هنا توظيف كلمة حب مع الزخرفة الإسلامية اللي هو الحاء والباء. هنا حرف العين نفس الشيء، قاع البحر. هنا تشكيل كلمة لا مع نقاط. هنا مجموعة حروف مع توظيف الزخرفة الإسلامية طبعا. هنا كذلك تشكيل بعض الحروف مع الزخرفة الإسلامية. هنا حرف الهاء، ومثل ما تلاحظوا أنا ما كثير أحط الألوان الدارك. ليش؟ لأن الألوان الغامقة تنعكس على الأشخاص، فأحب لما تقتني الجهات أعمالي تعطيهم انرجي، يعني طاقة حيوية، مش لأن الألوان الداكنة ما مناسبة لكل مكان. وهنا نفس الشيء، تشكيل حرف الهاء. هنا الخطوط الهيروغليفية اللي كانوا يستخدموها الزخارف ونقوشات الزمان. أما هنا اللي هو متاهات الحياة، تعبر عن الأسلوب التجريدي اللي هو متاهات الحياة، أن لكل إنسان يواجه في طريقه طرق مختلفة، فهي ما يعرف وين طريق الخير، وين طريق الشر، وين هذا موديه، فكل مسار يعطي أشياء مختلفة. وطبعا الدوائر اللي هي تعبر عن جسم الإنسان والإيد والرأس، اللي هو التقاء الشريك بين الرجل والمرأة. أما هنا ركزت في صور الفضيات العمانية، اللي هو الفضة اللي نحن أساسا ما كثير مركزين فيها، اللي هو إن الزخرفة أساسا موجودة من زمان. لكل قطعة أنا صورتها على فكرة في مطرح مع كامل أدواتي، نزلت مطرح وأخذت أدواتي وصورت هناك مباشرة، غير بعض القطع اللي هي استعنت بها في أحد الشخصيات البريطانية موجودة في عمان مصورة،
وعندها هذه القطع فأخذتها وصورتها. طبعاً ركزت على الفضيات العمانية النسائية وجمالية هذه القطع، لكل قطعة وكيف الإلهام اللي كان موجود عند الناس القدامى، وكيف هذه الزخرفة اللي طلعوا بها وجمالية هذه الزخرفة وكيف توظفت بهذا الشكل، سبحان الله. فعملت هنا عدة صور مثل ما تلاحظوا، وطبعاً الصور هذه تتغير ألوان الخلفية على حسب الجهة اللي هي الألوان اللي تتطلبها، يعني سواء الأخضر الأحمر البنفسجي وش هم يطلبوا ما عندي مشكلة، ممكن يتغير لون الخلفية بس هو الأساسي الأحمر. وهنا عدة قطع طبعاً. وطبعاً مثل ما لاحظتوا هذه بعض الأعمال اللي أنا اشتغلت عليها، يعني عملت عدة معارض الحمد لله في كذا جهة. مثل ما تكلمت سابقاً أنه أنا بديت المعارض الشخصية من 2017، كان أول معرض في كرام بلازا، وعندي أعمال قياسات كبيرة وعندي أعمال قياسات صغيرة. يعني أكبر عمل اللي عملته اللي هو تقريباً مترين في متر، وهذا شاركت فيه في جائزة السلطان، ووظفت الخط العربي وكتبت كلمة وطن مع توظيف الزخرفة الإسلامية وعبرت فيها بالعمل هذا، عبارة عن قطعتين، ووصلت للمراحل الأخيرة لكن قدر الله ما شاء فعل إنه راحت الجائزة أكيد لشخص يستحقها، ولازم أطمح بالأفضل وإن شاء الله في مشاركات يعني قادمة يكون إنه نصل. إلى جانب كرام بلازا كان عندنا ضيف من البحرين عامل ورشة، وكذلك استضاف من تكلمت عن المعرض، وكان عدة جهات وزارات في الورشة هذه، واستضفهم كذلك في المعرض، وهي ثقافة أنت تنقلها لجميع الناس وجميع الدول، رسالة مفتوحة الفن، رسالة مفتوحة لكل فنان لازم يهتم بهذا الجانب، إن الله ما أعطانا إياها عبثا، ما خلقناكم عبثا، يعني لكل إنسان رسالة في هذه الحياة، يشوف إيش رسالته ويهتم فيها ويركز عليها، وطبعا مع الدعم مع التشجيع راح يوصل إن شاء الله للي هو يطمح له. وكذلك أنا أطمح بأشياء كبيرة إن أنا أوصل إلها وتكون رسالتي واصلة للعالمية بإذن الله. شكرا جزيلا الفنانة سناء على عرضك الجميل، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. نفتح إن شاء الله باب الحوار، نحب نسمع من الفنانين الموجودين معنا. أستاذ حسن علي جواد تفضل. مساء الخير. مساء النور. وصباح الخير، كيف الحال؟ صباح النور. الحمد لله. والله أنا سناء كيف حالك؟ تمام الحمد لله. أنا ما أعتبر فنان، أنا مصور صغير، بس سنة تعرفت عليها وكانت تشتغل عندنا في جمعية الوسطاء، وكنا ننشر بعض الصور وبعض القصص عن الفن في مجلة الجمعية، فأنا تعرفت عليها، وقبل هذا تعرفت عليها في أحد المعارض. وصراحة يعني ما أعرف إيش أقول، بس حسيت أن إنسانة جادة ومصرة على اللي في بالها، هذا اللي أنا أشوف منها، ودائما طموحها مثل ما قالت الفن لازم ينشر وينتشر ما بس في البلد وحتى خارج البلد. مثل نفس الشيء، أنا أصور
ما إنه أنا أشوف شيء اللي شخص ثاني عادي ما يشوف، نفس الشيء فنان. نظرة تختلف. بالضبط. فأنا مثلاً بديت أول معرض ليش؟ حد شاف صوري قال لي يعني بتخزنهم في كمبيوترك ولا في بيتك، وناس ما تعرف عن البلد أو عن شيء أو فكرتك، وبديت معرضين. فنفس الشيء هذه الفكرة لازم واحد يقوم واللي في باله ينشر ويشجع ذات الفنانين. مع الأسف مثل ما قالت سنة، نحن ما عندنا دعم كافي لا من الجهات الحكومية ولا من المعارض ولا من شيء يعني. نحن نفتقر بهذه الأشياء يعني كثير 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 يعني أنت لازم تمسك حد بإيده وتودي المعرض. هذه صعوبة يعني. في وقت الحاضر في نفس الوقت تروح برا يمكن تشتري لوحة بمئات الألوف وهنا ما تقيم لوحتك. شفنا نماذج كثيرة يعني. أي واحد يعمل معرض خارج البلد ينجح، داخل البلد ما ينجح. فهذه واحد كيف يشوفها وكيف يمكن يحل هذه المشكلة. أنا هذا عندي وما أتمنى لشيء إلا التوفيق والنجاح واستمرارية في هذا. أبداً أبداً مثل ما يقول don't ever give up. إن شاء الله إن شاء الله. شكراً. شكراً جزيلاً. نستمع أيضاً للفنانة الأخ دلال من البحرين، حياك الله تفضلي. حابين نسمع عن تجربتك مع من أحد الدول الخليجية الشقيقة، تفضلي حياك الله. يعطيكم العافية أنت أخواننا وأعزائنا، يعطيكم العافية وشكراً أستاذة سناء. كان الحوار وايد وايد يعني ممتع وصادق يعني وصريح، وهذا الشيء يعني للأسف طبعا موجود في يعني في مجتمعاتنا يعني مثل ما تفضل الأستاذ حسين عن يعني أهمية الفن. بس يمكن أنا ما أدري يعني أحس أنه مع تقدم السنين الناس قاموا ينظرون حق الفن أكثر يعني الأهمية شوية أكثر. وبعد يعني أحس أنه حتى الكوفيد يعني اللي هو عطانا خصوصا ك يعني ناس مهتمين في الفن، أنا ما أسمي روحي فنانة بس يعني أنا هو يعني أحب الرسم وما شابه ذلك، بس عطانا يعني هاي اللي يسمونه الجلوبال اكسبوجر، أنه ما في داعي إن إحنا نعرض هني في مكاننا ونروح معرض يم بيتنا أو في العاصمة أو في المنامة أو whatever، إنه الناس يكونوا مجتمعين هناك. فالحين عندنا هذه الفرصة، فشلون إحنا نقدر خلينا نقول ناس مهتمين في الفن ولا نبي نقدم يعني رسالتنا حق الفن أو ثقافتنا بشكل عالمي يعني. فهذا الشيء يعني أحس أنه هو مهم، وأنتي بعد تطرقتي له والأستاذ حسن بعد، ولكم مني جزيل الشكر. العفو العفو أستاذ تشريف. هو يعني في المرحلة الأخيرة اللي هو من دخل كورونا الحمد لله يعني في معارض إلكترونية، يعني عملنا عدة مشاركات خارجية مع فنانين من دول مختلفة سواء عربية أو خليجية، والحمد لله يعني كان لي تواجد معهم سواء في معرض في السعودية كان بمناسبة العيد الوطني، معرض مع عدة فنانين من دول مختلفة، وأنا أوجه رسالة شكر لهم بعد إن هم بادروا وعملوا هذه الملتقيات الفنية، سواء أن الفنان يطور من ذاته يثقف نفسه أكثر يلتقي بفنانين أساليبهم مختلفة. يمكن أنت في جانب يعني مختلف، بس يعني لازم يكون عندك ثقافة بصرية، فاطلاعك على الأعمال هذه يطور حتى من أدائك سواء زيارتك للمعارض أو حتى مشاركاتك هذه. صح صح صحيح 100% على الكلام. الحمد لله يعني أحس إنه يعني شوف إحنا حتى تواجدي في هاي الميتين يعني الله يخلي عمي الأستاذ الكريم عبد الرحيم نقي اللي يعني معطاني هذه اللينك أمس، فيعني يعني بس هذه تعتبر كيعني مثال حق إن شلون أنا بعرفك وشلون أنا بعرف هاي الفنانين الفضلاء اللي موجودين بدون هاي الميتينج. فالكوفيد يعني سوى لنا شيء زين اليوم. في إيجابيات في. شكرا جزيلا. نستمع للأستاذة بدرية السيابي تفضلي.
عليكم سناء، ما شاء الله عليك يعني مبدعة كالعادة. أنا بصراحة ما أرسم، بس سبحان الله يمكن أغلب الناس اللي أعرفهم أصلاً فنانين. إنزين، فعندي ويلي حس يعني في الفن، أحب الفن. إنزين، فعندي كذا مداخلة أغلبها يعني يمكن تنصب في الحوار اللي أنت تكلمت عليه، بس ما ينصب في شخصك أنت. فأنا بتكلم بشكل عام عن الفن. أول شيء أنا أعتقد أن يعني فعلاً في أدوار مفقودة يعني في السلطنة بالنسبة للفنون ككل، مش بس الفن التشكيلي. واحدة من الأشياء اللي هي أصلاً نشر ثقافة الفن، الله يرحمه سلطان قابوس أنشأ وزارة، أتوقع يمكن كان أنا ما أعرف شيء عنها بصراحة، بس ما وحينا يعني. زين، بس أعتقد واحدة منها إن نحن مفروض إن فعلاً 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 يعني نقدر الفنون اللي موجودة، سواء فنون تشكيلية، سواء فنون استعراضية، سواء 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 في الفلكلور الشعبي إلى خلاخ. فالثقافة أعتقد أنها فعلاً فعلاً مفقودة، وللأسف الشديد كل يوم جالسة يعني الطريقة اللي جالسة أشوفها أنا أنها جالسة يعني نرجع للخلف فيها. يعني حتى بالنسبة للفلكلور مثلاً إذا تكلمنا عنه جالس يعني نوعاً ما حتى جالس يختفي، والناس صارت تستحي منه. فهذه يعني حقيقة مشكلة، لأن أصلاً واحدة من ركائز الاستدامة في العالم كله اللي هو الموروث الثقافي، ومن ضمنه طبعاً الفنون بأشكالها. فأعتقد أنه فعلاً يعني أنا يمكن في أولويات وطنية، لكن نرجع على دور الفرد اللي أنا دائماً أكرر فيه، دائماً أنا مؤمنة فيه شخصياً، مو دور الجمعيات. طب أنا ما أتكلم عن جمعية الفنون ترى، يعني فأنا أتكلم جمعية ككل في هذا المجال. أنا أعتقد واحدة الحكومة حطت بجت، وبجت محترم طبعاً، ما بنذكر أرقام الحين، سواء كان حل مرسم الشباب أو حل جمعية. إنزين، الهدف منها أن هم الأعضاء يكونوا أكتف في هذا المجال. يعني ما كل شيء الحكومة عندها أولويات. أنا أتكلم في هذا الموضوع بالذات. إنزين، يعني مثلاً تجيديني أنا تقولي لي خلق وظائف ولا الفنون، بقولش لا، خلق وظائف في الوقت الحاضر. إنزين، لكن دور يعني الحين دور الفرد مفروض يتم عن طريق يعني بالذات أنتوا يعني كفنانين، بغض النظر عن الواقع اللي موجود، بس أنا دوري إيش؟ الحكومة جالسة تعطي يعني جمعية التصوير موجودة، جمعية المرسم موجود، مرسم شباب متكامل. إنزين، حتى الألوان، حتى كل شيء الحكومة ما قصرت فيها للأمانة في هذا الموضوع، لأن أنا رحت شفت كذا مرة. إنزين، ونفس الشيء الجمعية بجت مالها كبير ما صغير. إنزين، وفي مكان مقر من أكبر الجمعيات. فهنا نرجع نقول مو دور الفرد في تغيير مجتمعه وفي تغيير ثقافة معينة بالذات إذا كان هو مؤمن فيها. فهذه النقطة مهمة أعتقد، وأنا الأوان أن الفرد يأخذ دوره. شيء ثاني يعني سناء، أجين يعني مش أنت، أنا أتكلم بصفة عامة، أوكي؟ لما الإنسان يقرر أن يكون مصدر دخله عبارة عن هواية معينة، أو خلينا نقول مصدر دخل، لازم يكون عنده يعني بزنس بلان واضح. في النهاية أنا رسام ولا أنا عندي محل، لازم يكون عندي يعني بزنس بلان حل 5 سنوات. في النهاية هذا فلوس، يعني أنا كم أستثمر من الجهات اللي مفروض أنا أروح لها، كم اللي مفروض أجيب فلوس، أدرس السوق، هل فعلا السوق متحمل أن أبيع هذه اللوحات. فأنا مرة حضرت محاضرة بصراحة أنا مقتنعة فيها الحين هذه المحاضرة، لأن كنت أحلل السوق فيها. يقول ليش الأنتربنور أو اللي هو رائد العمل عمره في حياته مفروض ما يعتمد على دعم. يعني هذا الدعم يعتبره بونس. يعني الإنسان لما يقرر يكون أنه هو أنتربنور أو رائد عمل، مفروض أن عامل حسابه 100% أنا بروحي وأنا السوق قدامي. فهذه أنا ما بالعكس أنا حييش على استمرارش في السوق بصراحة، بس أنا أرجع أقول ليش إذا اعتبرنا أن الفن مصدر دخل وقلة، يعني أنت واحدة منهم، أنا أتكلم في عمان، قلة اللي معتبرين الفن مصدر دخل لأن أصلا السوق ما مستحمل. فهذا مفروض يكون عنده يعني خطة واضحة. إنزين، من يعني مثلا حتى قلنا الفنادق على سبيل المثال، إنزين كم بتساعد ومن بتساعد وكيف بتحط أصلا، يمكن 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 الثيم مال الفندق نفسه ما هو يعني ما 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 يعني ما مفروض يكون في لوحات. فأرجع حتى أقول يعني حتى يعني سوري بقاطعك في هذه النقطة، حتى في فندق من الفنادق الجديد أنا زرته بالصدفة يعني، ولما دخلت هم أوريدي ماخذين صور من أحد المحلات وخلاص حاطين، وعلى مستوى على فكرة الفندق يعني ما شاء الله ما عليه. بس أنا أرجع أقول ليش
بالضبط. لكن أرجع أقول لك ثناء، يعني أنا بعدني أكرر هذا الكلام، أنا ما أتكلم عن شخصش، أنا أتكلم في وجه عام. أي حد عنده يعني بأي بزنس، سواء لوحة، سواء خلينا نقول واحد قرر أنه يكون موسيقي إنزين، يترك دخل مستمر وقرر أنه أنا لا بفتح لي فرقة إنزين، هذا بزنس في النهاية، كانت هوايتي، كان عندي هدف أسمى، هذا بزنس. فأنا أرجع أقول يعني، لكن لا نتوقع من الطرف الثاني مثلا عشان أنا عندي قضية معينة لازم هو يساعدني، هو ما مجبر لما يكون في بزنس إنزين، ما مجبر أنه ياخذ. فهذه الملاحظة أنا دائما أكررها يعني لسبب واحد، لأن مثل هذه القرارات يعني لازم الأنتربنور يكون حاسب لها 100,000 حساب بغض النظر عن الفلوس. فبس هذا اللي بغيت أقوله. الأهم والأهم الأهم، أنا أعتقد اللي أتمنى يعني من الجمعية أو المرسم أو وزارة التراث، وزارة الشباب إنزين، إن شي يسمونه إن يركزوا على الأقل على الأطفال المبدعين في المدارس، لأن هذيلا هم اللي نحن المفروض نصنع منهم يعني أشخاص ممكن يدخلوا السوق بقوة إذا بغوا يكونوا أنتربنور. يعني الوظيفة من هنا تبتدي، ما أنا خلاص كبرت وأصلاً يعني ما أعرف بتوجهي كيف. فالدعم مفروض إنه يكون من يوم واحد صغير، أنا حصلت عنده موهبة معينة، هذيل التالنت، هذيل الناس ما تضيعهم يعني إنزين، هذيل اللي مفروض إنه يعني يكبروا مع الوطن. طبعاً هذا ما معناه إنه يعني الناس اللي في سنش أنت شباب بعدهم إن نحن نغض الطرف، يعني نغض الطرف عنهم، لكن أنا أرجع أقول إنه الصح مفروض يبتدي من يوم الواحد صغير. أنا أعطيه توجه معين بحيث إنه يكون كرير حالة، مثل كرة القدم. إيش معنى يعني كرة القدم غير يعني الكرة لما نجي، طبعا عمان أنا ما أعرف وضعها، بس أنا أعرف على العالم، يعني يتبنوا جهال صغار من يوم هم صغار، يعني من يوم ما أطفال بعدهم، فنفس الكونسبت أعتقد. وصراحة بارك الله فيش، إذا أنا مع أستاذ حسن بصراحة سناء، إذا في شيء أحييش فيه استمرارش، والله يعني أنا عارفة إن إيش اللي أنت جالسة تمري فيه، بارك الله فيش، وأنت فعلا عندش قضية، والله يوفقش يا رب. آمين جميعاً. شكرا جزيلا أستاذ بدرية على مداخلتك. نستمع للأستاذ يونس ومن ثم الدكتور محمد الرزيقي. تفضل أستاذ يونس. شكرا والله سناء، انت يعني مبارك لك صراحه، لان انا ما اقول انا استغفر الله، احنا فريقنا اللي اول ما عرضنا معرض، عفوا صورتك مقلوبه، صورتي مو مشكله عشان فن هذا يمكن انا عندي والله صورتي اوكي لك، بس ما ادري عندكم فنتج الحين اوكي كده ممتاز. شكرا. يجوز للفنان ما لا يجوز لغيره، ما لا يجوز لغيره. شكرا أستاذي سيمون، شكرا أنا ما أقول هذا، لكن فريقنا اللي كان أول فريق اللي أنشأنا أو أقمنا معرض فني كان بعد إشهار وزارة الشباب سنة 79، يمكن قبل 80، فكان في العيد الوطني العاشر أول معرض افتتح رسميا كرسامين عمانيين، كان في إنتركونتيننتال عيد الوطن العاشر. ولكن احنا ما نشوف ما حققنا كرسامين او كفنانين او كمثقفين في هذا المجال خاصة، يعني انا ما اتكلم عن الغناء، ما غناء، نتكلم عن اشياء الرسم والفن، وهذا ما اظن، لان احنا من سنة 80 اول مرسم كان تابع لوزارة الشباب والرياضة. اليوم احنا الحمد لله عندنا يعني مثلا دور كبير كثيرة يعني اللي تحتوي لنا، يعني تحتوي اعمالنا او تعرض اعمالنا على يعني شيء في خلال هالفترة مقارنة بدول ثانية او بمدن ثانية، احنا اعتبرها شيء حققناه انجاز كبير الحمد لله. يعني اليوم احنا في شارع الوحيد اللي كنا احنا يعني نطالب فيها بعرض اعمال الفنانين اللي مثل ما نقول هب السواح، شارع كورنيش مطرح، اللي مال كورنيش مطرح عندنا بيت براندا، عندنا بيت ستالي، عندنا بيوت كثيره ممكن تحوي تعرض اعمالنا يعني. وفي مشروع اخر ان شاء الله قريب جاي بجهد مجتمعي لمطرح يكون اضافه لنشر اعمال الفنيين ان شاء الله، نتمنى ان نقدر نحققها وبعد قبل انتهاء الوباء هذا. الفنانين يعني عندنا احنا جمعيه الفنانين، لكن مثل ما تفضلتي يا اختي بدريه، احنا اذا ما نسوي شيء ما حد بيسوي ترى. فانتوا كفنانين ليش ما يعني
مفروض مجموعة، وأنا عارف يعني أنتوا عندكم مجموعات اللي متجانسين يعني مثلاً بتعملون معارض خارجية بجهودكم، معارض داخلية، معارض كذا. لكن اليوم صدقيني سناء في أشياء كثيرة. المعرض اللي موجود دائم الحين حالياً مثلاً في سيف مول عندنا على شاطئ القرم، من أروع الأماكن، ما في يوم ما يزور المكان هذا أكثر من ما أقول أقل آلاف يعني اللي يزوروا. فلا بد تلتقط عيون معينة لأعمال اللي بتشوفها وتشتد لهذه الأعمال إن شاء الله. لكن مثل ما تفضل بدرية، إحنا لابد نكون لنا نخلق لنا أجواء، نخلق لنا فعاليات، نخلق لنا كرسامين، وخاصة إذا كنا نعتبر مورد رزقنا الفن. ومشكلة الفنان حتى يبرز توقيعه على اللوحة، يعني نقول بيكاسو، يعني ما نقول بيكاسو، لكن لغاية نوصل إلى التوقيع يعني على اللوحة وعدم توقيع على اللوحة، هذه كم ثمن توقيعي، يحتاج لي مسار طويل. يعني أنا ما أقدر أقول أنا سنتين قاعد أرسم وسنتين قاعد أسوي كذا وسنتين ما أدري إيش ما سويت لي سنتين وأنا توقيع على اللوحة ما حد يطالع فيني. هذه يحتاج لصبر كبير، يعني صبر ومشاركات وحضور، وخلين تخدون أعمالي وما يعني يحتاج لكم، يحتاج لنا يعني الفنان يحتاج للصبر. شكرا على تحدث. طبيعة الفنان صبور أكيد. إيه والله ما كان ينتظر على اللوحة مثل أنا كنت ساعات أخذ أرسم لي لوحة، أخذ لي فترات يعني ما أقول حتى أكثر من أسابيع، فأقول لهم لا صبور. الله يحييك، شكرا شكرا. ترى يعتمد على يعني الفكر، ويعتمد على الوقت، ويعتمد على المزاج، حاضر مش حاضر، مش فقط هي إنتاج، هي شيء خلق من الروح. أي صحيح صحيح فعلا. وبعدين لازم احنا واحد يحدد مساره، يعني بين انا اكون فنان تجريدي، اكون فنان معين، عرفت؟ فايضا واحد لازم يحدد مساره الطريق. انا هل عندي الحروفيات؟ يعني انت ما شاء الله مزجتي بين الحروفيات وبين الاعمال الفنيه التراثيه، ويعني المهم الانسان يختار له مسار معين يبرز في هذا المسار. فإن شاء الله بتشوفين يوم في كل عمل سواء في الحروفيات أو في الأزياء العمانية في هناك رابط بينهم، واللي متابع أعمالي راح يعرفها إن شاء الله. والتوفيق لك ولكل الفنانين الشباب إن شاء الله. شكرا 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 لك أستاذ يونس. قبل أن ننتقل للدكتور محمد، هناك سؤال لك من الشيخ أحمد العامري، يسأل عن تاريخ بداية حركة الفنون التشكيلية في السلطنة. شكرا سعاد، شكرا. انا قلت يعني بصراحه انا ما اعرف قبلي، لكن من اول معرض اقمناه كاشهار مرسم الشباب بعد اشهار وزاره شؤون الشباب والرياضه، كان صاحب السمو السيد فهر بن تيمور الله يرحمه اول وزير شباب كان، لان ايام زمان كانت الشباب تابعه لوزاره الشؤون الاجتماعيه ورعايه كذا اشياء ورعايه الشباب، لكن ما كان عندهم هذا. لكن أول ما شارنا مرسم الشباب كان أنور صونيا الله يقوم بالسلام إن شاء الله، وحسن بورك وأنا، فلكن إحنا كنا جايين وكنا عندنا الهواية هذه مسبقة. فأول معرض كان في 2010 من سوري العيد الوطني العاشر 1980 بعد شهر مرسم الشباب، أنا أعتبر هذه انطلاقة. أي لكن قبلنا كانت في هناك أعمال ومشاركات من قبل أندية اللي كانت موجودة، مثل ذاك الأيام كان في نادي الأهلي، نادي الأهلي وبعد كان نادي عمان، هذه الأندية اللي كانت موجودة خاصة النادي الأهلي لهم أيضا حضور قبل إشهار جمعية أو مرسم الشباب، هذه في لهم أعمال، في لهم معارض، ومن ضمنهم كنا وأنور صونيا. شكرا شكرا جزيلا. نستمع للدكتور محمد. تفضل دكتور محمد. شكرا لك سنة على شرح الحقيقه والفن مثل ما تفضلت، يعني غذاء، انا اعتبر انت الغذاء، يعني
خاصة أنه يرتبط بالنظر ويرتبط باللمس مقارنة مع الغناء اللي هو يرتبط بالسمع. الصوت ما يسمع، الصوت ما نسمعه زين. ما واضح كثير. هل الآن الصوت واضح؟ هل الصوت واضح الآن؟ بعيد يا محمد. كيف الآن الصوت؟ كويس إن شاء الله ولا؟ واضح. شكراً أخت سناء على حقيقة يعني محاضرتك، وحقيقة سعيدين بتواجد أحد الأخوات العمانيات، بالإضافة طبعاً لك دلال من مملكة البحرين، حقيقة نفتخر فيكم ونتمناكم إن شاء الله التوفيق. يعني أنا حبيت أضيف فقط، وليست إضافة عموماً، هي فقط أنه يعني الجميع حقيقة يتذوق الفن، يعني حاله حال الغذاء اللي هو يستخدم حاسة من حواس الإنسان التي وهبنا الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للفن طبعاً عندنا السمع وعندنا اللمس، أحد حاستين من الحواس الخمس، وبالتالي أنا أعتقد أن هي المشكلة في التواصل إلى المستهلك. يعني مثلاً في الغذاء هناك مطاعم، هناك يعني في وسيلة تواصل، لكن بالنسبة للفن وهو يرتبط بحاستين من حواس الإنسان السمع واللمس، فهناك إذن مشكلة في التواصل بين الأشخاص وبين الفنانين. إذا نظرنا طبعاً للاستثمار في الفن، الاستثمار أنا أعتقد جميع المستثمرين، وأنا أعتقد عندنا في المجلس الأخوة يعني لهم باع وسيرة كبيرة في الاستثمار، وأنا أعتقد أنه الاستثمار وحده لا يكفي، يجب أن يكون هناك كلاينتس. يعني في كثير من الاستثمارات تقع في مناطق اقتصادية ولكن ينقصها لعدم وجود المشترك، يعني حتى لو توفرت البيئة وتوفر الاستثمار أين عم اختفى، فهناك مشكلة في المشتري أو المشكلة في الكلاينتس. فتوفر الكلاينتس يعني خلق بيئة في عمان مثلا، يعني بتوفر الكلاينتس حل فنانين، أنا أعتقد أنها راح تكون هي يعني إضافة كبيرة، خاصة أنه مع عمان الآن في توجه إلى رؤية عمان 2040، وهناك تنويع اقتصادي بارز. يعني أنا أعتقد استخدام الكفاءات طبعا، ربما في الفن لا أملك المقدرة مثل ما أنت تملكينها الأخت سناء أو الأخت دلال أو ربما أيضا الأخ حسن علي جواد، أنتم عندكم المقدرة وعندكم الكفاءة، وحقيقة يعني لما لمسنا وشاهدنا اللوحات حقيقة هي لوحات يعني معبرة وربما تلفت النظر بأول نظرة، فما بالك باللمس عندما تجدها في المعارض. عندنا في عمان قلة معارض، عندنا في عمان ربما عدم وجود يعني الكلاينتس أو المشترين، اللوحات صارت تصل إلى الملايين في بعض الدول، وبالتالي نحن نتكلم الآن عن سوق، يعني عدم وجود سوق يربط بين الفنان وبين المشتري. عندما نكون يعني أنه هو بالنسبة للمستهلك، أنا أعتقد أن أغلبية المجتمع مستهلك، يعني أغلبية المجتمع عنده حس في الفن، كما هو الحال في الغذاء، كما هو الحال في الأمور الأخرى، وخاصة أنه يرتبط بحاسة الإنسان الحواس الخمس، فهو يرتبط بحاستين. فأنا أعتقد أنه عمل سوق بحيث أنه يكون زيادة الاستثمار والكلاينتس، هو أنا أعتقد هو أحد الحلول. الآن طبعاً هو إذا سؤالي يعني أنا حقيقة هو طبعاً هذا السؤال لا أعرف إجابته، وأيضاً لوجود الأخ وليد زجالي المحامي وليد، ما هي التشريعات التي تحمي حقوق الفنان؟ الفن التشكيلي أو ربما الفن الآخر، هل هناك في قوانين معينة؟ طبعاً الأخ يونس تكلم عن التوقيع، فالتوقيع هل هو ربما يعني هناك الآن صار كثير من الآي بيز والتشريعات وحتى الرولز التي ترتبط بالفن، فهل هناك تشريعات معينة ترتبط بالفن كما هو الحال بالنسبة للتشريعات المرتبطة بالدواء، التشريعات المرتبطة بالغذاء، هل هناك تشريعات خاصة بالفن موجودة في محاكم خاصة ربما أو جهات معينة حكومية ربما تكون نوع من الستيك هولدرز ترتبط بحماية حقوق الفنان؟ الأخت سناء الآن عندك زخم أو عندك كمية كبيرة من الفنون موجودة ربما، وستجد الوقت المناسب ستجده ربما يعني في قادم الأيام إذا تفتحت الأمور الاقتصادية، أيضا صار هناك تواصل أكبر مع المشترين مع المستهلكين، فهل هناك حقوق تشريعية لحماية الفنان التشكيلي في عمان وأيضا في المنطقة الخليجية نتكلم أو الجي أس أو مثلا؟ فما أدري أنا حقيقة، لا أدري هذا، وأتمنى لك إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله نراك دائما
في المقدمة أنت وأيضا الأخ دلال والأخ حسن وجميع الأخوة الفنانين، فجزاكم الله خيرا إن شاء الله. شكرا جزيلا على مداخلتك. طيب المحامي وليد إذا ممكن تعقب لنا بس على النقطة اللي ذكرها بخصوص التشريعات. أنا أدخلت بالسؤال وأبدأ السؤال الأخير للدكتور. نعم هناك في تشريعات وخاصة عندنا في الأدري وكذلك في الملكية الفكرية وكذلك هناك في قانون الإعلام في تشريعات معينة تحمي حقوق الفنانين والرسامين في هذه الحالة عشان لا تنتن، لأن في هناك نفس الشيء في سرقة لوحات بين فنان إلى فنان، ولكن في هناك وجدت أنظمة معينة لحماية حقوق الفنان أو التشكيلي أو حتى في فن التصوير، لأن الصورة متى التقطت ومن اللي أخذها ومن اللي نقلها، في موجودة هذه التشريعات. أنا أبي أدخل مع الفنانة سناء الله يعطيها الصحة والعافية. ما هو دور الجمعية، جمعية فنون تشكيلية؟ هذا أولا. ثانيا الفن رسالة، ما هي رسالتك يا أستاذة سناء في توصيل هذه الرسالة للأجيال القادمة والأجيال اللي موجودة معك؟ سؤال آخر، أنت خلطتي بين التصوير وبين الفن وخاصة الحروفيات، أعتقد لأن هذا الفن له جماليات كثيرة، فإذا دخلتي في التصوير في هناك كثير من التراثيات موجودة، أتمنى أنكم تقوموا بتصويرها وعرضها في أو حتى نحن نلاحظ لما نسافر في دول أخرى نشوف أي قطعة ليست لها معنى ولكن في ذيك البلد لها معنى ومعلقة في الفنادق. لو حصلت كثير من الفنادق خاصة الغرف بتشوف صورة موجودة معلقة حتى أنت ما تفهمها. وأحب أضيف لأخي يونس بالنسبة لتاريخ الفن، تاريخ الفن حقيقة كانت في معارض بديناها في مدرسة السعيدية في مسقط بالفنون باللوحات الموجودة كانت في سنة 71، وبدأ هذا العمل يتداول، وخاصة مثل ما أشرت النادي الأهلي كان هو حينما يعمل المعرض أو يعمل سنة للمسرحيات جانب اللوحات الفن. فالفنان هو الذي يخلق لنفسه هذا العمل. أعطيكم مثال، في كثير من المعارض بتشوف ذوي الاحتياجات الخاصة موجودين، خاصة الفن القلم الرصاص يجلس يصور لوحة لشخص معين ثم هذا الشخص يتطور، وعندنا كثير من الشباب الموجودين. حتى لما تجي تزور الدول الأخرى وانت مار في أي سوق موجود شوف جالس واحد حتى يناديك تعال إني أصورك في مبلغ بسيط ولا لا، لكن بس هو عشان هدفه إنه هو يشهر هذه الصورة. بالنسبة للتوقيع على الصورة أعتقد هذا الشيء مهم. نحن نلاحظ إن في صور قديمة موجودة، صور تراثية ولها قيمة، ما تشوف إن لما تدخل في المزاد العلني هذه لوحة موناليزا ولوحة الآخرين اللي موجودات ثم يتم نقلها أو سرقتها بالرسمة، ولكن الصور الحقيقية اللي واحد فنان اللي قام بالتقاطها. في هذه الأيام نحن نلاحظ حقيقة كثروا الإخوان في التصوير، خاصة نحن نلاحظ وإحنا صباح نعمل الرياضة الصبح نشوف كل واحد عنده كاميرا تصور شروق الشمس ومع السحب ومع الماء. فأعتقد أن بدأ الفن الحين عندنا يحس فيه جماليات معينة، وعندنا كثير من الأماكن جميلة. أتمنى خاصة الحين عندنا وزارة الثقافة والرياضة والشباب تهتم بهذول الشباب، تعطيهم الزخم، لأن هي فن هواية، الهواية تنمى ويظهر هذا الفنان على الساحة. أتمنى لك كل التوفيق أستاذة سناء ولوحاتك الجميلة، أتمنى أني أشوف هذه كل اللوحات
في كل المعارض وفي كل الفنادق، حتى لو بديتي بسعر رمزي يتم إشهار عملك. بارك الله فيك. تسلم 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 أستاذي. راح أرد على النقاط اللي ذكرتها. طبعاً أنت قلت الرسالة، الرسالة هي إبراز التراث العماني وإيصاله إلى العالمية، هذا واضح. كيف تنقله إلى الأطفال وكذا؟ أن أنا عملت عدة ورش للأطفال، عدة ورش في سيكولوجية اللون ومدى تأثير الألوان على الإنسان. يعني ما توقفت في هذه النقطة، حتى المعارض اللي كانت تقام كنت أستضيف بعض الأحيان طلبة المدارس، وأنا أحب لأن هي ثقافة بصرية، لازم توصل الرسالة للطفل والكبير والصغير، ما تستهدف فئة معينة. يعني مش فقط نحن نستهدف الفي آي بي اللي هم يقتنوا الأعمال هذه، لا، هي رسالة أنت لازم توصلها. ما خلقناكم عبثا، يعني أنت ليش الله أوجدك، ليش عطاك هذا الشيء، في رسالة أنت لازم تأديها. إلى جانب أنه ذكرت أن هذه الأعمال على فكرة نحن أسعارنا مش كثير عالية، في بعض الفنانين ما أنكر لك أسعارهم بعض الشيء عالية، مع ذلك في جهات تقتنيها وتوصل إلى 25,000 30,000 وجهات تقتنيها. فنحن سوقنا موجود، مش غير موجود، سوقنا موجود والفرص الحمد لله موجودة، سواء في وقت كورونا أو قبل كورونا السوق موجود، بس هي الفرص أن أنت تفتح الأبواب. أوكي أنا عارفة أن هذا الفندق الفلاني راح يفتح الحين، لازم في جهة تتواصل معهم وتعرف الكونتاكت من، يعني الشخص اللي تتواصل معه وتكون مباشرة يعني تبيع الأعمال لهم. فالأعمال لها سوقها الحمد لله، سواء خارجي أو داخلي، وأسعارنا متفاوتة على حسب الفنان. وأنا بطبيعتي لأن أعرف السوق العماني فما حاطة أسعار عالية، أسعاري معقولة وفي متناول الإيد. وممكن أفاصل بس في حدود المعقول بعد، لأن تعرف هي أعمال فنية ما ننتجها بسهولة، خاصة إذا كان فكرة معينة أنت حاب تطرحها ما تطلع بسهولة. يعني أنا لما طلعت بالأعمال الفنية اللي هي تبع الأزياء العمانية ما طلعت بسهولة، يعني ضليت كم شهر أنا إلين أطلع هذيك الفكرة. يعني أوكي كل الفنانين رسموا في الأزياء العمانية، بس أنت كيف تبرزها بأسلوبك كفنان هنا يختلف. فظليت فترة أوكي أنا رسم الأزياء العمانية، وبعدين ما هو هذا؟ في نقطة أنا أريد أوصل لها. ما أقول لك حاولت أن أنا أستشير بعض الفنانين، بس إن شاء الله وإيش يقولوا، يعني كانوا جدا مزعومين ومشغولين، فرجعت لأعمالي وجلست معاهم وحاولت أن أنا أوصل للنقطة اللي أنا أحاول أوصل إلها. والحمد لله عملت تجربة واحدة ونزلت بيها للأهل، فكثير كثير انبهروا بيها، فكملت الأعمال الثانية اللي هي بعض الأعمال الدكتور سيمون مقتنيها، اللي هو الأزياء العمانية وتمثل فيها الزخرفة الإسلامية اللي هي الزخارف اللي كنا نستخدمها في البيوت القديمة وابتعدنا عنها ورجعنا نستخدمها مرة ثانية، فعملتها في الأمام مع الأزياء، إن المرأة بين الحداثة وبين يعني بين الحديث وبين القديم، إن المرأة زمان كانت تشتغل وكذا بس حدودها في البيت، أما اليوم لا، هي تشتغل في البيت وخارج البيت. كون دمجت قلت لي بين التصوير والرسم، التصوير كان عندي تجربة إن الفنان لازم يكون عنده مبادئ التصوير، لما نحتاج نرسم منظر طبيعي مثل ما قلت أنه في ملكية فكرية للمصورين، فعشان أنت ما تتعدى حقوق الآخرين فلازم يكون عندك تجربة، لازم يكون تعرف كيف تصور، كيف تطلع الموضوع وكذا. فركزت على موضوع الفضيات كثقافة إلي، أنه لما أحتاج أن أنا أصور منظر طبيعي أو أن أرسم منظر طبيعي أنا عندي الأسس اللي تخليني أنا أصور المنظر بقواعده.
فالتجربة هذه تجربة التصوير أنا حبيتها فوثقتها، هذا بس الأساس طبعا الرسم، هذه هي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الأستاذ يونس عندك مداخلة أخرى، تفضل. شكرا شكرا شكرا. أنا بس بغيت أتكلم عن اقتناء الأعمال والمحافظة على الأعمال للرسامين الجيل الرعيل الأول ما يسموه، أو الجيل الأول ما مؤسسين. فهذه المبادرة اللي الحركة التشكيلية. أي نعم أي نعم، مشكور الشيخ. فصراحة بادرة جدا طيبة كانت من المتحف الوطني، المتحف الوطني، فالمتحف اقتنى أعمال كثيرة واستملك الأعمال هذه من الفنانين، وهذه بادرة الحمد لله. أنا أقول ومثل ما تفضلت السنة، إحنا في سنة 1980 كنا نقول ليش الفنادق هذه ما تشتري أعمالنا، ليش الفنادق ما تشتري أعمالنا، لكن مثل ما تفضلت أخت بدرية، إحنا مفروض نجبر عملنا يجبر الشاري، فإن شاء الله يجي يوم يعني توقيعك يجبر الشاري على اقتناء العمل إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله. أنا عندي معار يعني عمل في النمسا، في فندق في النمسا، ومثل ما خبرتك هو نتاج ورشة كنا عاملينها ودمجت بين الثقافتين، فالصاحب الفندق حب العمل واقتنى، وعندي كذلك أحد الشركات كانت فاتحة شركة نفط فاتحة فرع لها خارجي واقتنت بعض الأعمال، والحمد لله يعني هي المبادرات موجودة، بس نحن نطمح دائما للأفضل وأن يكون في مبادرات أكثر من كذا إن شاء الله. نستمع إلى أيضا الشيخ أحمد العامري، تفضل الشيخ. السلام عليكم. بداية شكرا سناء وكل التقدير لهذه الجهود ولكل الفنانين التشكيليين في عمان وكل الفنانين الآخرين. حقيقة الفن التشكيلي أو غيره يتعدى أن يكون فقط رسالة، بل في تقديري هو ذاكرة الأوطان، يحافظ على ما مضى و يجدد الماضي، وكذلك يظهر كمرآة لإبداعات عصرنا. وأنت هكذا أحد شواهد هذا العصر، أنك تظهري ما لم نعرفه نحن سابقا من فنون موجودة في عمان. وكنت أتمنى أن أعرف إن كانت الحركة التشكيلية في عمان سابقة لما قبل 1970 ولا هي لاحقة ما بعد ذلك. كذلك بالنسبة لتعليقي أنا هنا فقط لحول ما يعرقل انتشار أو بيع اللوحات لفنانين عمانيين هي عدم وجود ثقافة الاستثمار في الفن، وهناك ما يوجد شيء ليوعز الآخرين للاستثمار هذا الفن، استثمار بشراء هذه اللوحات أو المقتنيات وادخارها كمدخر، على عكس أوروبا عندما نحط المقارنة بين عمان وخارج عمان، أنه لماذا هناك الحركة الفنية يتم شراء كثير من منتجات بينما في عمان لا. في أوروبا وفي أمريكا، في أوروبا وفي أمريكا الفنون معفية من الضرائب، وهناك تهرب ضريبي، كثير من الأثرياء يقتنوا تحف واللوحات كاستثمار بدل ما يضع المال في البنك ويدفع عليه ضريبة، فيوفر هذا المال بشراء بهذا القطعة أو هذه اللوحة، فلذلك وفر على نفسه وأيضا حرك هذا السوق، وهذا ما ينقصنا في عمان، والله لا يجيب لنا ضرائب تقسم الظهر حتى نضطرنا نشتري لوحاتكم ومقتنياتكم. ولكن أنا أعتقد في أحد السبل لتشجيع هذا المقتنيات وشرائها من لوحات هو بناء ثقافة، كما قال أحد المتداخلين سابقا، بناء ثقافة فنية في 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 الأجيال الناشئة من المدارس بأهمية الفن، وكذلك بأهمية اقتناء مثل هذه المنتجات في البيوت وتزيينها. أنا أدخل بعض البيوت لا أجد لوحات من مختلف دول العالم، ولكن لا أجد لوحة من فنان عماني.
هل هي قصور في الفنان عدم وصوله للمجتمع أو قصور في المجتمع لعدم تقبله إبداعات الفنان العماني؟ وهذا إشكالية أعتقد مجتمعية، يعني حوار يكون بين الفنانين والمجتمع تتبناه بعض، مثل ما يتبناه الآن مجلس الخنجة، أيضا تتبناه قنوات إعلامية مثل التلفزيون والإذاعات، وليخلقوا مثل هذا الحراك ورفع الوعي بهذا الجهود التشكيلية الفنانين عمانيين. بارك الله فيكم وأتمنى لك كل التوفيق، ولأقرانك كذلك كل التوفيق، واحترامي لكل من سبقكم وتقديري لهم من فنانين عمانيين. فمصيركم الآن أنكم أنتم ربما تخطوا نفس الخطوات، ولكن ربنا يعينكم، وتحياتي لأهل البحرين جميعا، وجزاكم الله خير. شكرا، شكرا جزيلا الشيخ أحمد العامري على مداخلتك. نستمع إلى سعادة عبد الرحيم نقي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. في البداية ودي أشكر الأخ أبو عبد الله على التنوع في اختيار المواضيع لمجلس الخنجي، واللي أكد يعني ما شاء الله عليه على قدرته على استقطاب الكفاءات، والشكر موصول للأستاذة سناء على العرض الممتاز ما شاء الله عليكي، وعلى تجربتك اللي كانت يعني جيدة، وتعكس أيضا التحديات التي تواجه الفنان ربما في عمان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي. والشكر موصول للأخوة والأخوات اللي شاركوا قبلي في المداخلات، والتأكيد على أهمية الموضوع. أنا بس ودي أشارك من خلال تجربتنا، كنا في غرفة تجارة وصناعة البحرين لما نظمنا أكثر من معرض، كان في دول مثل بريطانيا في لندن وباريس وغيرها من الدول، كنا نتعمد أن يكون هناك جناح خاص للفنانين التشكيليين، وكنا نأتي برعاة خاصين يستقطبونهم، لأن الفنانين محتاجين إلى دعم ومساندة، وكنا نأخذهم في أحسن الفنادق، في يعني حتى في أول ما افتتح فندق الفور سيزن في باريس نظمنا فيه معرض، وكان أكبر جناح ممكن كان للفنانين البحرينيين بالتعاون مع الجمعية البحرين للفنون التشكيلية، وأيضا رحنا في بريطانيا، فكنا دائما نلصق معارضنا اللي هي المنتجات المحلية والخدمات البحرينية بالفن البحريني، وكانوا الفنانين يشاركون يعني بلوحات يمكن تزيد عن 40 حتى أتذكر الرقم، بس عدد المشاركين أيضا نتبناهم. ولذلك أنا أعتقد بأن موضوع الدعم الفنان بشكل أو بآخر هو ليس فقط لموضوع البيع اللوحات، إنما إشهار، وجانب الآخر جانب الثقافي، لأن خاصة مثل سلطنة عمان لها تاريخ طويل ما شاء الله عليهم في الثقافة وفي التراث وفي الأمور هذه، فبالتالي يتوجب على الحكومات يعني في الخليج إن شاء الله في دعم كبير الآن صاير يتشكل، وأنا يعني وناشد أيضا القطاع الخاص أن يدعم أيضا الشباب خاصة منهم ورواد الأعمال، فلذلك الفنان دائما يحتاج إلى الترويج والإشهار والأكثر من ما يحتاج إلى شراء اللوحات، تأتي بشكل منطقي، لأن تجارب العالم، أمس على فكرة كنت أتابع برنامج في البي بي سي عن أحد الفنانات كيف عانت في فترة أنطوانيت مارغريت أنطوانيت فترة طويلة حتى أصبحت فنانة خاصة لها، فتجارب الفنانين دائما تكون يعني ملهمة وتجربة جدا ممتازة، مثل تجربة بنتنا اليوم سناء على عرضها الممتاز، ولذلك يعني دعم القطاع الخاص على سبيل المثال. الآن لو تكلمنا على المناسبات العالمية مثل ما تفضلت سناء في تجربتها في النمسا وبعض الدول، هناك تجربة الآن قادمة لدينا وهي إكسبو دبي، وإكسبو دبي سيكون لحوالي لمدة 6 شهور لكل دولة، فنتمنى أن يكون حضور للفنانين في هذا الموقع، لأن يعكس أيضا دور الدولة ودور السلطنة في موضوع الفن، ويتوجب أيضا على المختصين، يمكن ما أعرف إذا كانوا أخذوها بعين الاعتبار ولا لا، أن يكون هناك جناح خاص للفنانين سواء كان في عمان أو كان في الخليج، لأن إكسبو هو مكان تجمع دولي
يحظى باهتمام عالمي ويصرف عليه الملايين على أساس الحضور. فبالتالي أنا أعتقد يعني مسيرة الفن تحتاج إلى دعم كبير خاصة في المجال الثقافة، وياريت أن لا يربط دائما الفنانين أو الفنون الجميلة، يعني دائما ما تؤخذ كأنها عابرة في بعض الدول وتلصق بموضوع الشباب والرياضة والأمور، أن يكون لها تواجد خاص، وأيضا أن يكون هناك لها حضور عالمي ويكون من خلاله هو التوسع في هذا المجال. هذا يمكن باختصار حبيت بس المشاركة، لأن احنا خبرتنا في أن لسنا فنان، ولكن كنا دائما داعمين للفنانين لما كنا في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكنا في المعارض الخارجية، وكنا نلقى كل الاهتمام من الزائرين في تلك الدول، لأن أيضا يبين حجم الثقافة لدى الدولة وقدراته. مع الشكر الجزيل للأخ ترهام على تنظيم هذه الجلسة، وشكرا لكم جزيلا على السماع. شكرا 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 جزيلا لك سعادتك على مشاركتك الرائعة. نستمع أيضا إلى الدكتورة عواطف الغافرية موجودة معنا، حياك الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً يسعدني أن أكون متواجدة معكم في هذه الجلسة المثرية والجميلة، واللي نتمنى فيها لفنانتنا الرائعة التوفيق في مشوارها الفني يا رب العالمين جميعاً. طبعاً أنا ليس لدي ما أقوله، ولكن أحييكم على تقديم المواضيع المتنوعة وتسليط الضوء على مثل هذه المواضيع التي تهتم بالفن والمواهب الطلابية، وأضم صوتي لأصوات الفنانين بأن هناك عقبات وتحديات، ولكن مع الوقت ستزول بإذن الله تعالى من خلال الثقافة الفنية للمجتمع العماني ولكل أفراد المجتمع الخارجي بإذن الله تعالى. وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا دكتور عواطف، حياك الله. دكتور محمد عندك مداخلة، تفضل حياك. شكرا جزيلا إرهام على إتاحة الفرصة الثانية في هذا اللقاء. حقيقة اللقاء جدا ممتاز وأيضا نستفيد منه كثير. أنا لفت انتباهي هو كلام سعادة عبد الرحيم من مملكة البحرين عندما ذكر، يعني أنا أيضا أرى أنه في كثير من الدول يعني وخاصة في المعارض العلمية في الدول الغربية، دائما عندما يكون معرض أو مؤتمر علمي هناك قسم للفن خلال فترة الاستراحة، أو أيضا مع تواجد الشيخ أحمد العمري مبنى الأمم المتحدة في نيويورك به الفن في الخارج وايضا في الداخل، وهناك صور لعمان في مبنى الامم المتحده في نيويورك، في احد المعارض في فلوريدا اللي تحاضر حقيقه خلال فتره الاستراحه وحتى فتره الغداء هناك فن، هناك لوحات تباع وتشترى ايضا في منهاتن. كثير من المعارض العلميه والمؤتمرات العلميه هناك شق للفن، فهناك لا يوجد فصل بين العلم والادب. فانا ادعو حقيقه الاخت سناء يعني والاخوان ايضا من مملكه البحرين الاخ بلال و والبقية أنه تركيز الجمعية العمانية بحيث أنها تعمل في نقاشات مع المعارض، مع الجامعات، جامعة مسقط، مع جامعة سلطان قابوس، بحيث أنه في أي مؤتمر أو أي فعالية علمية يكون هناك الشق للأدب. خلال فترة الاستراحة الكثير من المعارض والمؤتمرات هذه يكون فيها حلقات نقاش، الهدف منها طبعاً التعارف بين المشاركين، فركن خاص للأدب أو للفن خارج المعارض أو خارج المؤتمرات العلمية أنا أعتقد راح تكون إضافة كبيرة للجمعية العمانية، راح تعطي قيمة إضافة أيضا للأخوان الفنانين، لأن أنا أعتقد أنه كثير من اللوحات الفنية لها طابع علمي، فيها هناك الكثير من التصورات، وأيضا مثل ما تفضلتم يعني هي تعمل مزج بين القطاعين، يعني القطاع العلمي والقطاع الأدبي. فأنا أعتقد أنا صراحة يعني في حالة توجه أحد الفنانين إلي في أحد المؤتمرات الذي لي دور فيه، فأنا حقيقة أنا أعتقد أنه هذه تعتبر إضافة رائعة للمؤتمر، أنا أعتقد أنها إضافة رائعة للمؤتمر وأيضا إضافة رائعة للفنان نفسه للمشاركة. فأنا أعتقد الجمعية الفنية عندما تدخل في شراكات مع الجامعات سواء أو مراكز المعارض والمؤتمرات، بحيث أن يكون هناك لأي مؤتمر علمي جزء خاص بالفن أو للأدب في فترة الاستراحة، فترة النقاهة،
أنا أعتقد هذا ربما تكون إضافة جميلة أنا رأيتها حقيقة في الكثير من الدول الغربية، وأنا أعتقد تطبيقها ليس بالأمر الصعب وراح يضيف أيضا كقيمة لهذه المؤتمرات. فشكرا وشكرا للاقتراح. وهي طبقت أستاذ الكريم هنا في كذا محافل موجودين نحن كفنانين عمانيين، سواء في معرض الكتاب متواجدين، سواء في يوم المرأة متواجدين، ما بعيدين عن الساحة، يعني يطلب منا التواجد موجودين، وكذلك نحن نبادر أن نحن نكون موجودين في هذه المحافل. يعني معرض يوم المرأة أحد الشركات كانت عاملتنا في عمان المعارض المبنى الجديد قبل كورونا، وكنت متواجدة بأعمالي، وكذلك معرض الكتاب مجموعة من الفنانين كانوا متواجدين، وبالأصح في ركن أساساً للطفل. وحتى أنا لما شاركت في مهرجان مسقط كنت ماخذة تقريباً 4 أركان، اللي هو ركن الطفل، يعني يجوا الأطفال يرسموا ومعهم أولياء أمورهم، تكتشف هنا إبداعات الطفل، عندك ركن المعرض اللي هو الأعمال القائمة الموجودة المعروضة للبيع، عندك ركن التصوير، عندك اللي يحب يعني يلتقطوا له صورة وأنه يأخذها مباشرة. فهي آلية كيف استثمار هذه المواهب وإخراج منها أشياء أعمق من كذا، يعني مش فقط أنها هي لوحات، لا، أنت كيف تستثمر هذه المواهب. هو فعلاً لقصنا، بس أنا يعني هدفي أنه المؤتمرات، لأن المؤتمرات كثير يكون فيها ناس دوليين أكثر ما يكون من خارج السلطنة. يعني قد يكون 90% من الخارج أو 80%. فأنا أعتقد أنه يعني سواء كان مؤتمر علمي أو مؤتمر هندسي علمي ب100%، أن يكون هناك أيضاً تواجد للإخوان من الفن والأدب، لأنه راح يكون إضافة. وهذا ولدناه، يعني حتى الأخ أحمد العمري أو الشيخ أحمد ممكن أيضاً أكيد ممر بتجربة في الدول المتحدة في البرامج التنموية، وأنا أعتقد أنه صور عمانية موجودة في مبنى الأمم المتحدة، صور عمانية موجودة خارج مبنى الأمم المتحدة فنية. فكثير من المؤتمرات العلمية وهي علمية 100% يكون هناك لوحات خارج هذه المؤتمرات، الهدف منها التعريف بالفن العماني وايضا لتوضيحه للاخوان الزائرين الذين في الغالب يكون اكثر من 80% من خارج عمان. فانا اعتقد انها ربما تكون فرصه كبيره. انا من ناحيه حقيقه ساتواصل معكم في حال وجود اي مؤتمر خاص بجامعه سلطان قابوس، وانا متاكد ايضا من الجامعات الاخرى وفي مقدمه جامعه مسقط والجامعات الاخرى. انا اعتقد انهم عندهم توجه مزج دائما العلم والادب او الهندسه والادب في اطار تنميه الشق العلمي من ناحيه، وايضا في وضع القيمة المضافة للأدب خاصة بما يخص الفنون العمانية في هذه المحافل. يعني تشريف في أي وقت أستاذي، تشريف. إذا سمحت لي، إذا سمحتي لي رهام، بس في تعليق على كلام الدكتور، هناك الإكسبو بيكون في أكتوبر الآن بيكون في دبي، والإكسبو ضروري يا أستاذ سناء إذا إمكانية مشاركتكم فيه، لأن هذه لكل دولة جناح كبير مبني بطريقة يعني تعكس دور السلطنة. فالإكسبو بيكون فرصة لكم أن تبرزون دوركم في دبي، لأنه بيكون محفل عالمي جدا، وبعدين كل شيء يعني متوفر من الخدمات، من الأسعار، لأنه مدفوعة قيمة حتى المساحات، وهذا يمثل يمكن مكان ممتاز لكم لعرض لوحاتكم إذا أمكن ذلك. شكرا. إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمد وسعادة عبد الرحيم على تسليط الضوء أو مداخلاتكم الرائعة. طيب نستمع أيضا إلى مداخلة أخرى من الأستاذ يونس، تفضل. شكرا ريهام. بالنسبة للتوضيح أخوي عبد الرحيم، إكسبو عمان أو سوري إكسبو دبي وجميع الإكسبوات اللي كانت قبل، يعني حتى إكسبو ميلان، إكسبو بيجين، فالحمد لله في موقع للفنانين، يعني في مشاركة، حتى منظمين الإكسبو كوزارة التجارة ماخذين هذا في الاعتبار الحمد لله. فمثل ما تفضلت إنه صحيح مشاركين دوليين اللي يجوا، يعني الدول العالم كله تلتقي في موقع واحد يعني. ولكن بس للتوضيح ان في لهم وجود ان شاء الله.
إن شاء الله، شكرا جزيلا على التوضيح. طيب نستمع أيضا إلى الأستاذ حجي آدم، تفضل. السلام عليكم. طبعا أنا معرفتي بالفنون التشكيلية يعني ممكن صفر، لكن أنا مصور هاوي، وأول كاميرا اقتنيتها في 71، جلست أنا ألعب فيها وتخبطنا فيها إلى عام 2000، إلى أن تعرفتنا على نادي التصوير يوم كان أيام يوم كانوا موجودين في شاطئ الخرم، وما لقيته هناك كان بصراحة يعني حالة سيئة جدا. يعني أولا الناس اللي كانوا يحضروا يعني مثل هذا النوادي يتوقعوا أن الحكومة تعمل لهم كل شيء، على سبيل المثال المصورين كانوا يتوقعوا أن النادي يزودهم بالأفلام، هذا واحد. ثانيا الجهود كانت متشتتة والعمل ما كان منظم، ولا كان في خطة لتدريب كوادر أو يعني أجيال جديدة في النادي، وللأسف أنا أعتقد ربما هذا الوضع إلى الآن مستمر في النوادي. ولهذا السبب بصورة عامة لو نجي إحنا ننظر بالنسبة للتصوير بالنسبة للمصورين العمانيين على مستوى البلد في عمان هنا مستوى ضعيف، خلينا نكون واقعيين. يعني يعني أنا عندما إحنا عندما نتكلم عن عمل أني أنا بشتغل على عمل مثلاً 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر أضبطه يمين ويسار، بالنسبة للمصور أنا كمصور أنا قبل ما أطلع من بيتي وأروح أصور الصورة عاد في خيالي مصور موجودة، أنا بروح يعني بصور الصورة اللي أنا في بالي، أنا قائم من نوم الصورة موجودة هني بروح لها، ما أروح أجلس أتخبط فيها يومين أو هذا اللي حصل. الإلهام هذا أيوة. بالنسبة لي يعني الفنون، أنا لي صديق في الهند في أوتي عنده أكاديمية تصوير، طبعا هذا الشخص تمكن يصور مشاكل كانت موجودة في أوتي، وقدروا يضغطوا على السياسيين على مستوى أوتي ولاية تشناي بمنع استخدام أكياس البلاستيك، هذا الكلام كان قبل 15 سنة على مستوى، فشوف قوة يعني أعمال الفنيين. وعندما أيضا نتكلم عن جودة الأعمال، وأنا أتفق مع أستاذ يونس أن الواحد لابد أن يمسك خط معين يعني في فنه. أنا كنت حاضر معاهم هناك وكان يريد يصور قطار لدعاية لشركة معينة، 10 أيام هو احنا كنا ننتقل من الأكاديمية إلى موقع التصوير، والضباب والسحب ما كانت مثل ما هو يريده ويلغي 10 أيام. هذا التصوير كان تقريبا قيمته ب20,000 ريال عماني، كانت لشركة عالمية معينة، بينما هنا مثلا يقول التصوير مثلا سيارات تويوتا ب 100 ريال عماني 150 ريال عماني، لكن عندما تشوف الصور دون المستوى. الفنانين الأجانب في عمان هنا قادرين يسوقوا، ليش لهم سوق؟ المصورين الأجانب في عمان لهم سوق وقادرين يسوقوا، ليش؟ طيب ما مسألة أنه والله هذول أن في نقول إحنا مثلا المافيا هندية أو مافيا إنجليزية، معظم الفنانين اللي إحنا على مستوى وزارة، أنا تعرفت ناس كثيرين من الغربيين هنا، وبعض الأعمال كانت يعني تباع وكنا نلاحظها إحنا في مؤسسات حكومية، بس أعمال راقية جدا صراحة، راقية جدا، ما في مقارنة مع بعض أعمال الفنانين مثلا العمانيين. أنا أتكلم عن الثمانينات تقريبا، ذاك الوقت. في باكستانيين، في هنود أيضا لهم سوق أنا يشتغلوا، فالواحد يسوق نفسه، إحنا ما نعرف كيف نسوق أنفسنا بصراحة، ولا يوجد لدينا خطة في البلد هنا لتطوير هذه الفنون بطريقة صحيحة. الجهود متشتتة، كل واحد يسحب في صوب. هذا اللي حبيت أقوله أنا، وشكرا. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. طيب في أستاذ خميس البلوشي موجود معنا؟ أيوة.
موجود. حياك الله، تفضل. ما عندي شيء غير اقول بس شكرا للكورونا لانها فتحت المجال للاخت سناء انها ممكن تسوق اعمالها عبر هذه المنصات، يعني يمكن اول شكر للكورونا. وشكرا. شكرا جزيلا. طيب نستمع الى ممكن كلمه اخيره من الفنانين قبل ان نختم مع الشيخ سمعان كرم. تفضلي اخو الدلال او الاخ حسن. طيب في مداخله ايضا من الاخت رودينا، تفضلي اخت رودينا. السلام عليكم جميعا، كيف الحال؟ ايش اخباركم؟ السموحة ما قدرت أدخل من وقت، بس سناء الفنانة التشكيلية سناء الحميدي إنسانة عزيزة، ترى فيني كورونا يا جماعة صار لي 4 أيام. سلامات. بس الحمد لله إن شاء الله تكون خفيفة. أبنقليها على طريق الزوم. اللي يخاف الزر يسكر. سبحان الله، يعني على كثر ما كان الناس تصفها بس إن الواحد يمر فيها هي صعبة فعلاً، يعني شيء صعب. الحمد لله على كل حال. فنانتنا التشكيلية سناء، أنا حضرت لك الكثير من المعارض وأشهد أن أنت مثال الشبابة، وبإذن الله مصيرك العالمية. أحب فيك دائماً أنك تمزجي الأصالة، روح الأصالة العمانية في لوحاتك بطريقة معاصرة، بطريقة مقبولة حتى من الجيل الحالي، جيل الشباب أيضا. بس دائما عندي يعني نقطة معينة، أنا ما أعرف صراحة العرض إيش كان، بس يعني أوصيكي دائما إنه اللوحات صح الناس بتشتري لوحات فئة معينة منهم، بس لازم توصلي لجميع شرائح المجتمع. في ناس يعني اللوحات اللي أنت ترسميها جميلة جدا ودائما فيها لمسة عمانية، فبكل بساطة أنت تصلي للعالمية لأن الناس تحب هذه الأشياء التراثية اللي في لوحاتك. فممكن إيش أن تكوني يتم هذه اللوحات تسويهم في بوست كارت، تسويهم مثلا تنطبع على تي شيرتات، في باوتش، في يعني مثل هالأفكار، حتى في كفرات التليفون مثلا، عشان تطلع للجميع. وهذا وشاكرة لك، فخورة فيك كثير يا سناء، ودخلت مخصوصا عشانك. الله يوفقك يا رب، والله يرفع عنك يا رب الضر. آمين. شكرا جزيلا، شكرا أخوتك مشاركتك، وإن شاء الله ألف سلام عليك. أستاذ حسن، هل عندك أي مداخلة قبل أن نختم مع الشيخ سمعان؟ الصوت أستاذ حسن. أيوة تفضل. بس حبيت أقول مثل ما تفضلوا بعض الشباب، إنه دائما فكرة مفروض تكون جديدة أو متجددة. يعني أنا كفنان ما ممكن أجيب كل أفكار من نفسي، أشوف اللي موجود حوالي، وفي نفس الوقت أنا آخذ فكرة حد وأطور الفكرة، ما إنه أقلدها. لا، مثلاً أنا سويت معرض، أول معرض سويت سميته Light and Brush، الضوء والفرشة، لأنه صورت وكل التعديلات سوالي يا رسام عبد المجيد كارو، فهي كانت فكرة جديدة، صورة معرض، فدائماً شيء مفروض يكون شيء جديد. أنا بالنسبة لي أنا أحب أكتب، فبالنسبة لي التصوير هو كتابة بالضوء، writing with light. فكيف واحد يعبر بالكلام؟ يعبر بالضوء. هذا عندي، وأتمنى للجميع خير، وبالذات أخت سناء أتمنى لك كل الخير. جميل. وإن شاء الله مثل ما تتمني تكوني توصلي على مستوى عالمي، وإن شاء الله بتوصلي. شكرا. شكرا جزيلا لك حسن. ممكن مداخلة بسيطة؟ اتفضلي. اتفضل. بس أحب أشكر الجميع، وعلى رأسهم سعادته أشكر أستاذ سناء، معك عبد المجيد البلوشي. عبد المجيد جان، طبعا احنا كنا مع بعض الحركة التشكيلية، وأنا جالس من ساعة أسمع النقاط، عدة نقاط كثيرة جدا،
واتمنى من الجميع التوفيق، وان شاء الله ان شاء الله تكون هذه تثمر هذه النقاط، مش فقط احنا في الجلسه ونخلص وخلاص، لا اتمنى ان هذه النقاط تاخذ بعين الاعتبار وفي مراعاه للفنانين وفي مراعاه للحركه التشكيليه، لان فعلا حركه تشكيليه عندنا في عمان انا اشوف ان التقصير، لو اجي اتكلم عن الفنانين والفنانين مقصرين اقول لكم لا، احنا نشوف جهد فنانين، الفنان مش فقط اللوحه فقط، الفنان عنده اشغال، عنده بيت، عنده عمل، عنده اشياء كثيره، وفوق هذا جالس ينتج الأعمال الفنية، هذا الجهد يشكر عليه مهما يكون من عمل فني أو من رسالة فنية، مفروض الجهد يشكر عليه في البداية قبل ما نتكلم أي نقاط. هذه ما شيء بسيط إن واحد يجي يوقف قدام اللوحة بساعات طويلة من وقته من جهده، وفوق هذا عنده ارتباطات، عنده التزامات عائلية، عنده التزامات العمل، عنده التزامات كثيرة، وجالس يبذل الجهد، مفروض يعني أقل شيء إحنا نشوف إن المعارضنا فنية، أول ما يفتح أول يوم المعرض، يوم الثاني ما حد في القاعة، ما حد موجود، يا دوبك يجوا طلاب المدارس جاءوا شافوا وراحوا وخلاص، هذا اللي جالس يمشي في البلد. أنا اللي أشوف كفنان تشكيلي يعني هذه معاناة بأمانة، يعني معاناة من مش من الفنان، أنا أتوقع الثقافة الفنية بصفة عامة مش فقط في عمان، يمكن في دول كثيرة عندهم نفس المعاناة، حتى هنا في الخليج أنا كوني موجود خارج السلطنة الحين نفس المشكلة موجودة، بتشوف الفنان ما شاء الله عليه اسم بارز في الحركة التشكيلية وعنده أعمال وعنده تجارب فنية، المعرض أول يوم يتحصل فيه ناس بعد أيام معرض فاضي، والسبب اجتهادات استفهام كبير بأمان، هذا استفهام كبير ليومنا هذا، إحنا نلاحظ هذا الشيء وهذا فقط، وأتمنى من المجتمع ومن الجميع تكاتف الجهود، يعني الفنان جالس يبذل وجالس يوصل رسالته، رسالة البلد، وجالس يكافح بهذه الرسالة، وأتمنى من القطاع الخاص ومن جهات حكومية مراعاة لهذا الشيء، وقفة مع الفنانين، وقفة مع الفنان، هذا اللي نتمنى، هذا اللي سأتي في الفن، وشكرا جميعا والتوفيق السادة سنة إن شاء الله. شكرا وإلك أستاذي، وإلك أستاذي بالتوفيق يا رب، وشكرا لمداخلتك هذه الجميلة، الله يسعدنا، التوفيق الجميع إن شاء الله يا رب العالمين. جميع شكرا فنان عبد المجيد على مداخلتك. أستاذ زكريا هل عندك أي مداخلة؟ السلام عليكم، شكرا جزيلا، أقدر جهود الأستاذة سناء الحميدي ونتمنى لها التوفيق، بصراحة عمل جبار وجهود جبارة ونفتخر بها. يعني أنا لو تكرمتي، أنا أول معرض تشكيلي حضرته تخيلي سنة 79 كانت نظمته الفنانة نادرة، والآن أنا ما أعرفها فين، يعني إذا كان تعرفوها هي موجودة لا تزال في مجال الفني، موجودة أيوة في مجال الفني، يعني لأني ما شفت لها أي عمل من زمان، وهي حسب ما ذكرت لي مرة أنها تم استلمت دعوة من كوبا وراحت تعرض لوحاتها في كوبا، فشيء جميل جدا يعني أنه يقدروا الفنانين العمانيين في كوبا أو في أمريكا اللاتينية، وهنا يعني يصارعوا من أجل يعني إظهار الفن الرفيع هذا، نبارك لك. فأنا عندي سؤال بسيط لو تكرمتي، هل الفنان أن يقدر يعبر عن مسيرة حياته في لوحة تشكيلية؟ هذا واحد، سؤال الأول. السؤال الثاني، هل يتقبل الفنان طلب أي شخص أن ترسم له اللوحة ويعكس فيها حياته اللي بيلخصها للفنان؟ سؤالين لو سمحت، شكرا جزيلا. سؤالين صعبين. شيء ثالث، انا اتمنى انك تزوري سان بطرسبورغ اللي هي كانت تسمى، ايوه اتمنى ده. تفضلي. انا عندي مداخله بسيطه في هذه النقطه، لو تشوف العمل الفني لبيكاسو المعروض في الامم المتحده جارنيكو، عبارة لوحة معبرة عن الحرب كلها، حرب اللي كانت في إسبانيا، فممكن فنان يعبر ما عنده أي مشكلة، ما دام الأدوات موجودة، عنده إمكانيات، عنده قدرات، فيقدر يعبر ما عنده أي مشكلة. أنا هذه وجهة نظري، لو تجي تشوف أعمال فنية عندك جيرنيكو لبيكاسو معبر عن الحرب اللي صارت على إسبانيا، على منطقة هذه جيرنيكو، فمعبر اللوحة كلها، الحرب كلها في لوحة بسيطة، يعني لوحة بأسلوبه في الفن التشكيلي، وكان يشتغل في مرحلة الرماديات وعبر بهذا الأسلوب. ممكن أنا أتوقع أنه يقدر الفنان ما دام عنده أدوات، عنده إمكانيات، عنده قدرات، إيش اللي يمنع عنده؟
أهم شيء قدراته. هو أكيد إنه يعبر بهذيك المرحلة، بس هو يقول لك يعبر عن حياته، فما كل حد راح يعني يحب يعني أيوه يحب إنه يوضح بعض الأشياء في حياته، يعني ممكن يرسم بعض الجوانب بس مش كل الجوانب، لأنه تظل إنها هناك في خصوصية للفنان. شكرا أستاذ زكريا على المداخلتك. لا بالنسبة للسؤال الثاني اللي تكرمتي، اللي هو ممكن واحد يجي يحجز، يجي يطلب إنك أنت الفنان يرسم له لوحة على ضوء ملخص بسيط عن حياته، يعكس له إياها في صورة تشكيلية. ممكن ممكن ممكن. تسلم. الله يسلمك. لو تكرمتي كمان اسم الفندق اللي في النمسا اللي اقتنى لوحك، هذا الفندق يعني إذا حد من العمانيين زار المدينة في فيينا، هي في فيينا؟ كان سالسبرغ. سان بطرسبرغ. يستحق هذا الفندق الدعم من العمانيين إنه يناموا في ليلة على الأقل ويشوفوا اللوحة، بحيث إن مالك الفندق يعرف إن العمانيين يقدروا الفن ويجوا ناموا ليلة عنده تكريماً للفنانة سناء العمانية. وهي بلد جميلة وبلد الفن أساساً، وصراحة استمتعنا يعني فيها كثير، يعني الطبيعة الخلابة، المعارض اللي زرناها، يعني فيها فن 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 جميل يعني، وأتمنى أن فعلاً أزورها وأخذ كورسات في الفنون هناك إذا الله كتب. أو اسم الفندق لو تكرمت. والله ما أذكر، بس خليني أراجع الصور والخبر اللي نزل فيه الجريدة وإن شاء الله. تسلم تسلم، نتمنى لك التوفيق وشكرا جزيلا. جميعا جميعا يا رب. شكرا شكرا أستاذ زكريا. أستاذ حسن عندك مداخلة؟ لا والله، بس أرد على زكريا. واحد فعلا ما يقدر يعبر عن نفسه في صورة واحدة، بس أنت من الفن، الفنان خاصة اللي يرسم، أنت تقدر تشوف عواطفه، تقدر تشوف أحاسيسه من كذاك. أنت ما كل صورة رسام يرسمها أنت تقدر تشرح لها، إلا يجي الرسام يقول لك لا أنا أقصد هذا، فداخله إيش أنت إحساسه هو يعبر عن الألوان. أنت تشوف مثلا حتى إذا رسام يعني فرحان ولا زعلان ولا أي عنده، يكتم في ألوانه، الألوان اللي استعملها تعرف أنت شخصيته من الألوان، فما ضروري أنت تفهم كل شيء، هذا أحاسيس داخلية وتطلع بعدين. إذا مثل لوجو شركة، شعار الشركة، إذا ما أشرح لك ما بتعرف، بس إذا تجي شركة اللي سوتها يمكن صفحتين أو ثلاث صفحات يشرح الشعار هذا. فالرسام نفس الشيء، ما يقدر يشرح نفسه في صورة واحدة. أما على مثل ما تفضلت سناء، قالت أنا في تصويري وفي هذا في شيء يربطهم شيء يعني، إذا تستمر وتشوف وتابع صورها ورسوماتها يمكن تفهم إيش هي تقصد أو إيش الربط. فلازم أنت على مر السنين وأيام لازم تعرف. وإلى جانب أساساً المتابعين للحركة التشكيلية عندي يعرفوا إيش الإنتاجات اللي أنا أنتجها جديدة وإيش اللي مش جديدة، هذا المتابعين. هل لك مكان معين داخلياً؟ هل لك مكان معين أو معرض ثابت تعرضي فيه لوحة؟ والله ما عندي مكان معين، بس متى ما سنحت لي فرص أن أحط أعمالي فيها أحط. عشان كذا أنا يعني طرحت حتى في حواري إنه ما عندنا مكان ثابت لعرض هذه الأعمال، يعني أوكي نحن نبي نبرز أعمالنا وكذا. يعني مثلا عندك في 2019 عملت معرضين في مكانين مختلفين وكنت متنقلة بين هذا وهذا، فكانت هنا في مطعم الروز التراثي البحث، وفي فندق هرمز كان المودرن التجريد والحروفيات. فأنا استمتع أن يعني المتلقي يعني أوكي أنا إذا أريد أشوف أعمالك وين بشوفهم إذا أنت حاط لي إياهم في البيت، فلازم في مكان عندك ثابت
تعرض فيه الأعمال. أوكي، مش مكان واحد، ممكن أماكن، وبين وقت وآخر حتى يكون تنوع عند الفنان، يعني ما يضل على رتم واحد وإنه فترة طويلة، فلما يبيع أعماله راح ينتج أكثر للعلم. أنا أذكر، عفوا سيدتي، أنا أذكر الأستاذة نادرة استأجرت ركن صغير في الانتر كونتيننتال. لا زالت أعمالها موجودة. نعم، لا زالت أعمالها موجودة. نعم. الانتر كونتيننتال ما لا زال أيوة موجودة، بعض الأعمال الفندق اقتنى. أيوة. لا هي لها محل، كان لها ركن معين مستأجرة مكان صغير، كان في الداون، هذا في التسعينات تخيلوا. ما أعرف هل هل تفكري في إقامة جاليري صغير مثله يعني في مكان معين يعني؟ لأن عملك بصراحة راقي ويستحق هذا. تسلم. بالنسبة لإقامة جاليري ما عندي إمكانية بمعنى أصح، لكن بإمكاني إن أنا بين فترة وفترة أعرض في أماكن مختلفة، بس أحتاج إن أماكن ثابتة إن أعرض فيها، بس إنه يكون عندي جاليري خاص. الفكرة كانت مطروحة وكان عندي مستشار لبناني فما نصحني، قال لي لأنه يمكن الحركة التشكيلية لا زالت بعض الشيء عندنا، صح إنه نحن عندنا جاليريات وكذا، بس لا زالوا يعانوا يعني في جانب التسويق، في بيع الأعمال وكذا فيعانوا. فأنا يعني أحب يعني أتحرك، أحب أبرز أعمالي، أحب إن أعمالي تكون موجودة، بس تتاح إلي الفرص. يعني أنا الحمد لله فندق هرمز لما كلمتهم عطوني المكان. تساعدكم جمعية الفنون ما تساعدكم؟ والله شوف، إذا نحن نعتمد اعتماد كله على الجهات، ما تقدر تعتمد اعتماد كله على الجهات الحكومية. أنت إلك دور وهم إلهم دور، يعني ما دائما في كل شيء، يعني ما تعتمد 90%، يعني حال المؤسسات الصغيرة. إذا رائد الأعمال يعتمد على المؤسسات الصغيرة 90% ما رح يتحرك، يعني ما رح يحصل حتى الأشياء اللي هو المفروض يحصلها. ففي جانب هناك يعني تكاتفي بين الجهات وبين الفنان، إنه لازم هو بعد يسعى. فأنا يعني الحمد لله من 2013-2014 كنت عضو مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية. من هذا انطلقت بمجموعة فن عمان وعملت خلال سنة 16 معرض، وهذا إنجاز جدا كبير يعمله شخص بتكاتف الفنانين. وحتى في جامعة البريمي عملنا فنانين من صلالة، كنت أجيب أعمالهم، صح ما كانوا يجوا بس كنت أنا أعرض لهم. عملت معرض في النادي الثقافي، حتى معالي السيد يوسف العلوي كان حاضر ومفتتح المعرض. أنا كنت أشرح للأعمال البنات تبع صلالة، فيقول لي أنت موجودة في كل مكان، فلا أنا أقمت المعرض وأنا يعني جذبت الفنانين من هذه المجموعة ومن كل المحافظات، يعني مجهود مش سهل. فيعني عندك الجمعية أنها هي تحتضن كل هذه المجموعة، أنها تهتم بشخص يعني أكثر من شخص. أوكي هي فعلا يعني بس تتطلب مجهود ترى كبير مش سهل. والجهات الداعمة، الجهات الداعمة والجهات اللي هي المفروض تتكاتف، يعني تطلب أنها تتكاتف مع الجهات المجتمعية، الشركات. عشان كذا أنا يعني أطلب أن الفنان يدعم ويحتوى بشكل صحيح. أوكي نحن الحمد لله هي موهبة الله أكرمنا بيها، حاولنا نطورها وننميها وبذلنا مجهود، بس هناك لازم إيد تتكاتف معانا عشان نحن نوصل للمرحلة اللي بعدها اللي نحن نطمح إلها. هذه النقطة اللي يعني نريد نوصل لها. يعني الفنان أوكي هي موهبة بس هو ما درس الفن، فيحتاج أنه يدرس أسس الفن ويطلع بتجارب يمكن مختلفة لما يتأهل حتى دراسيا. أوكي هو عمل معارض وعنده شهادات وكذا، أوكي وبعدين جمعهم وخلاص.
لازم هناك يقعد حل، يعني ممكن هو من خلال هذه الشهادات جهة قيمة وتعطيه شهادة أعلى أنه هو مثلا تأهل يتوظف في أحد الكليات يكون مستشار في الفنون. يعني في عدة أشياء لازم نمشي إلها ونتطرق إلها، يعني إحنا كفنانين موجودين في الساحة يعني، وبيجي جيل بعد جيل، أوكي إيش مصيرهم إذا نحن ما تكاتفنا وأظهرناهم؟ عفواً، ما في حد من رجال الأعمال اللي يتذوقوا هذا الفن أو ملاك الفنادق أن يخصصوا قاعة صغيرة لعرض هذه الفنون، بحيث أنه يكون بالدور كل فنان يعرض في وقت معين ويكون بالمجان، يعني مساهمة من رجال الأعمال المتذوقين لهذا الفن. ما في أحد فكر بهذا الشيء والله لحد الحين ما في، بس أنا لما تكلمت مع فندق هرمز ثم أعطوني المساحة جزاهم الله خير، استأجرت الستاندات وحطيت الأعمال، بس فترة تقريبا شهرين، أيوة شهرين، كان في ضيفة من دولة الكويت الشيخة لطيفة، كانت حاضرة عندها فعالية في عمان، فافتتحت المعرض الثاني اللي هو في الروزنة، كان أوردي مفتوح بس هي طلبت مني تفتتحه، وأنا أتشرف 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 وعلى رأسي إنها هي افتتحت المعرض، وكان يعني حضور وشخصيات وإلى آخره، لكن تظل إنها هي جهود ذاتية. أنا يعني من خلال هذا المنبر ومن خلال هذا المجلس أتمنى أن رسالتي وصلت، أن نحن فعلا يعني نسعى ونجتهد، بس الجهود نتمنى أن هي تتكاتف معنا ونوصل للنقطة اللي نحن نطمح لها. ومثل ما قالت الأخت العزيزة اللي هي دخلت معنا مداخلة، ردينا أتوقع، أن مش فقط نحن، يعني أنا بالنسبة لي مش فقط أن هي تنباع الأعمال وتنبرز في هذه الجهات، لا، أن نحن نستثمر هذه الموهبة ونحول هذه الأعمال إلى أشياء بسيطة نستهدف بها السائح. ولما كنا في النمسا حتى الحلويات عليها شعار البلد، تخيل يعني حتى الأشياء البسيطة فيها شعار البلد، فهي أفكار أنت ممكن تطرحها وممكن تشتغل فيها بأشياء بعيدة المدى مش فقط هنا. شكرا شكرا سناء. قبل ما نطلب من الشيخ سمعان كرم يلخص لنا الجلسة، بس حبيت أتداخل في المقارنات، دائما نقارن بالنمسا وسانت بيترسبرغ وغير ذلك وأمريكا وبريطانيا. الحين لما تحدثنا نحن عن تاريخ الفن هنا عندنا في عمان، حد قال 70 و71 و79، بينما في الدول هذه من مئات السنين يعني بدأوا في الحركة هذه، وإن شاء الله نحن أيضا على الخط يعني مستمرين في هذا الموضوع. أنا أظن يعني عندنا مشكلة تسويق، التسويق موجود، القاعات موجودة، الكل يطلب من القطاع الخاص، الجامعات مفتوحة، غرفة التجارة مرة أو أكثر من مرة سوينا معرض، ربما محتاجين مع الوفود التجارية الخارجة إلى الدول الأخرى أن يصطحبوا أحد الفنانين أو اثنين بالتنسيق مع الجمعية مالهم. فالسوق عند الفنانين كثر والأماكن كثر. أنا أيضا أريد أقول إنه مطرح هي تعتبر أيضا الآن يعني منصة كبيرة لهذه الفنون، خاصة هي تجذب كثير من السواح عبر المطارات وأيضا عبر الموانئ، وهذا مهم. وبيت الخنجي الآن أيضا تحت الترميم وتحت الإنشاء، وتأخر وتعطل بسبب الجائحة هذه، وإن شاء الله على نهاية العام ننتهي وبيكون أيضا موقع إضافي لاستقبال الفنون بأنواعها. فإذا الفنادق أيضا موجودة، المعارض موجودة، مشكلة مثل ما قال الفنان مجيد البلوشي الفنان العماني المتواجد الآن في الدوحة، إنه وأيضا الفنانة دلال تحدثت من البحرين، الظاهر إنه العوامل كلها مشتركة والهموم هي مشتركة عند الفنانين، فإذا ليست فقط في عمان إنما في دول مجلس التعاون. كما قال الأخ مجيد إنه
بعد الافتتاح يجوا طلبة، وبعد طلبة هم الفنانين يريدوا المتذوقين، يريدوا كبار رجال الأعمال، يريدوا يعني حركة سياحية كبيرة في البلد، بحيث هذيلا يعني يقتنوا هذه المقتنيات. أيضا كان في استفسار عن الإكسبو، وتكلمت معنا مع سعادة محسن خميس البلوشي، ورد علي بأنه طبعا هناك مشاركة عمانية ثقافية وفنية بمختلف مفرداتها خلال المشاركة في الإكسبو بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، إنما ليس في الجناح العماني وأقسامه، إنما في بعض المناشط والفعاليات الجانبية الأخرى، سواء تلك التي ينظمها الجناح أو اللجنة المنظمة. الإكسبو عادة هو ثابت لا يتغير يعني، إنما في الفعاليات المصاحبة تصير أنشطة مثل هذه. فأنا عموما نتمنى لكم، نتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله، ونحيل اللاقة إلى شيخ سمعان. تفضل شيخ سمعان. شكرا سعادتك. وجود الفنانة سناء معنا اليوم في هذا المجلس الموقر يدل على شغفها وصبرها وعذابها ونضالها لنشر الوعي حول الفن التشكيلي. هي التي بدأت ببداية متواضعة، بدأت بمسابقات فنية بسيطة في المدرسة، وانتسبت طبعا إلى جمعية الفنانين التشكيلية، وساهمت في عدة ورش، واشتركت بمعارض داخلية وخارجية، لها إنجازات عديدة، منها جائزة 2020 بالإجادة الفنون التشكيلية. وحتى يوم كانت عضو في مجلس أو في جمعية المرأة، وكانت في مجلس الإدارة، كانت تتبنى الفنانين، أقامت 16 معرضاً، تركت الوظيفة، وكان همها يكون لها 3 فروع لعرض، لكن بعده حلمها ما حققت ولا واحد من بعد. توقفت بعض الوقت عن العمل ورجعت بشكل شخصي تقوم معارض شخصية سنة 2017. أقامت معرضين مهمين، واحد في روزنا وواحد في فندق كرموس، واحد يتعاطى مع الحروفيات يعني جماليات الحرف العربي والبعد والمعنى الذي يمكن أن يحمله وراءه، ومعرض للحرفيات يعني المعنى الحرفي العماني. بعد ما قدمت النبذة التاريخية عن أعمالها وعن إنجازاتها، تكلمت وبشكل واضح وصريح عن التحديات يلي عم تواجهها فناني قائمة بذاتها بالحقيقة، بنشاط بذاتها، وأنا متابع مسيرتها الفنية منذ سنوات. هي عم تقول يعني ينقص الحركة الدعم، وأنا برأيي بنقص عدة أمور بتكلم عنها شوي إذا بتسمحوا لي. وحلمها أن تكون أعمالها وأعمال الفنيين في كل مكان، عم تقول بشكل دائم، وكذلك تمتد إلى العالمية وخارج السلطنة لتنقل إلى العالم قد يجوز التراث العماني والفنون العمانية. وبدنا نزيد عليها طبعاً الابتكار والإبداع العماني. من ضمن ما قدمت لنا، وهذا شيء جميل جداً، بعض أعمالها، وهون غنى وثراء المواضيع يلي تعاطت معها، إن كان من توظيف الكلمة والحروفيات أو الفن التجريدي. وفي لوحة أثرت فيه كتير يلي هي تجريدية، اللي شرحت فيها متاهات الحياة، حيث بد رسمت الجسم الإنسان بدائرة واليد والرأس. عظيم. أنا شخصياً يعني لي بعض التعليقات وبعض النصائح لك. أولاً مثل ما تفضل الأخ حسن، يعني he is right، عم بيقول إنه الرسم هو لغة،
كذلك بالحقيقة الموسيقى هي لغة، وكذلك النحت هو لغة، واللغة تستعمل لتعبير، للتعبير ما بس لوصف حياة أو لوصف طبيعة، للتعبير. وهذا الجيل الجديد اللي برز من 100 سنة سمح الفن الحديث للتعبير. يعني هي الفنان بشكل عام يعيش أزمة على طول. بتشوف الشاعر مثلا، عندنا الشاعر الكبير العماني سيف الرحبي يعيش أزمة دائمة أو رسالة دائمة. كذلك سناء يعني عندها شيء بمشاعرها وبقلبها بشكل دائم. قال حسن أنا ما أقدر أعبر عنه، أو أقدر خطيا بعبر عنه بالرسم. كذلك يقول إذن هي لغة، وإن كانت لغة هون بنفتح المجال. وإذا بتسمحوا لي بس أعطيكم بثلاث كلمات كيف تطورت تجارة الفن، لأنها ما موجودة من زمان أصلاً. الفنانين من 200 سنة كانوا يكلفوا بأعمال، كانوا فنيين يعني يتقنون اللون والرسم والرسامين، لكن ما كانت لهم لغة. الثورة الكبيرة التي حدثت بأواخر القرن 19 هي اكتشاف الكاميرا. كان قبلها الفنان يتعب تيبرز الشخصية أو المنظر كما هو بالطبيعة. اجت الكاميرا قال لا تتعب نفسك، أنا برسم لك إياه. من هنا اجوا الانطباعيين واجا بيكاسو، اجوا عملوا ثورة بالأداء، بالتشكيل، بالألوان. لكن أنا بالنسبة لي وجد شيء من يومها اسمه السوق الفني يلي ما كان موجود، ما كان قبلا موجود جاليريات تبيع لفنان أبدا. كان الفنان إذن يكلف بعمل من أمير يرسم له ولاده من إلى آخره. وبالتالي هالأزمة، هالفصل بين البزنس بلان والفن صعب كتير الالتقاء، صعب جدا. في فنانين اليوم رسامين بيدوروا بالعالم بيرسموا شخصيات وبيتقاضوا عليها فلوس، يعني هيدا مهنة. أما نحن اللي عم نتكلم عنه هو الفن، هو اللغة. أنا هون عندي نصيحة للسنة، والنصيحة ما جاي مني، جاي منكم من عدة أحاديث، خصوصا الأخ يونس تكلم عنها. أنت يا سنة فنانة أصيلة وعندك موهبة أعطاك يا الله، وأنت ما قدرتيها إن من الله تعالى. أنت بدك تركزي إذا بتريدي على إيش؟ على مشاعرك الحقيقية، وأنت بلشتي فيها، تدأتي ترسمي وضع المرأة العمانية بهالفترة الانتقالية ورا الستار. يعني شو شعورها، كيف عم تتحرر، كيف عم تمشي إلى الأمام. هذا اللي بينقلك إلى العالمية. هكذا انتقلت إلى العالمية جوخة الحارسية مثلا بأدبها. وكذلك بده، هذا أصعب جزء أنه يوجد الإنسان له سبيل معين، طريق معين. يعني نادرة ممكن 90% إذا يطلع بلوحتها بيقول لا نادرة، عليا الفارسية. وأنت إذا اخترتي لونك اللي أنت، بعرف أنه همومك المادية هي جعلتك تتنوعي، لكن أحسن نرجع نركز. ولا تنسي أنه كبار الفنانين عايشوا فقراء. يعني كان فان جوغ يبيع اللوحة تقدر يتغدى، تقدر يطلع أكله. بقى لا تزعلي، أنت فناني كبيرة لا، بس بحاجة مثل ما تفضل سعادته. إذا بدنا بالحياة نتكلم، بدنا تسويق، بدنا نقاد فنيين، معنا ولا ناقد فني. في فرق بين الانتقاد والنقد، بين الاستشارة، بين التحسين. أنا كمثل أبك، أنا أبعطيك نصيحة، ما بنتقد، ننقد، عم نشوف كيف بدنا نمشي للأمام. يلا يسلم رأسك، شكرا. وبالحقيقة ما لازم نيأس، وانت ما نكيأساني، لازم نرجع نفعل أكثر الجمعية الفنون التشكيلية. كانت نشيطة بفترة من الزمن، تجيب نقاد، تعمل ورشات، تعمل مسابقات. بجوز أنا بعدت عنها، بجوز بعدها عم تكون بهذا الأمر. أنت في مرحلة تنقلية، عشان كده شوية بعض تأخذ شوية وقت. نعم، أنت وجودك في مجلس الخنجي اليوم أسرع، مثل ما تفضل سعادة عبد الرحيم، يعني اختيار الموضوع وشجاعتك أنك تجي. وأنا يعني مبين صوتي كأني فنان. أنا ما بعرف برسم خطين متوازين، مهندس ما بتمنى لك كل التوفيق.
نتمنى لك التوفيق، ورسالتك وصلت لنا، واي مجال نحن فينا نساعد فيه اهلا وسهلا فيك. شكرا سعادتك، شكرا المشتركين، شكرا اخوتي. شكرا جزيلا على مداخلتك شيخ سمعان، وعلى ختام الجلسة. ضيوفنا الكرام، وصلنا لنهاية الحلقة اليوم. نشكر الفنانة سناء على الجلسة الرائعة والشيقة، وشكرا ضيوفنا الكرام على مداخلاتكم الفنانة. نراكم في جلسة السبت القادم مع الأستاذ جمال بنون من المملكة العربية السعودية، حوار آخر شيق حول مقالته بعنوان الفحص المهني بعد عقود من الفوضى في سوق العمل، مركزا على تجربة المملكة العربية السعودية في تنظيم سوق العمل. إلى أن نراكم السبت القادم، كونوا بألف خير وإلى اللقاء. شكرا لكم. شكرا.